لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إجابة لك بعد إجابة. فلو منحتنا ألف عمر على أعمارنا ما وفيناك، شكرا لنعمك التي لا تحصى ولفضلك العظيم. أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونحن وإن اجتهدنا مقصرون. ولاء، أهلا وسهلا. ألو. أيوة فندم، السلام عليكم. فضلي يا ولاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بحضرتك بخير يا رب. وحضرتك كل لحظة وجميع من يشاهدنا يا رب بصحة وسلامة. الله يخليك يا شيخنا. حضرتك أنا واقعة في مشكلة، واقعة في عرضك. خدامك يا أمي. تسلم، ربنا يخليك. اتفضلي. دلوقتي حضرتك، أنا كنت متجوزة من حوالي 18 سنة. أيوة. وجوزي كان كويس معايا، من حوالي 5 سنين الوضع اتقلب خالص، وحصلت ما بيني وما بينه مشكلة مؤخرا. شتمني وبهدلني وسرقني، وبعدين انا اتصلت بوالدي، والدي جه كان هو شتمني طبعا باهلي، ولما جه والدي شتمه لشخصه قدام اهله، واخدنا ومشي على كده من حوالي 3 شهور. وفي اهل الخير حاولوا يتدخلوا عشان يصلحوا ما بيننا. الموضوع اتقابل بالرفض من ناحيتهم، ودلوقتي اخوه جه عشان يصلحنا، بس جه اتكلم بمنطق مش كويس مع والدي. والدي مصمم ان البني ادم ده مش هينفع بعد كده مستقبليا. بيحاول يعمل لي حاجه ليا ولاولادي بحيث تبقى امان ومستقبل لينا، وانا في نفس الوقت عايزه جوزي وعايزه بيتي. انا مش عارفه اعمل ايه يا فندم. 18 سنه. الاولاد جم الحمد لله. قلت لي 5 سنين، من 5 سنين الوضع اتقلب. تمام. من فضلك اعرف كيفية انقلابه، يعني انقلب بقى ايه وليه؟ حضرتك يعني مخدرات. الله اعلم ايه هي، مش هقدر اقول بالظبط ايه هي. الوضع المادي اتقلب. تعامله معايا بقى وحش جدا. معاكو كام عيل؟ معايا عيل واحد. واحد الحمد لله. ولد ولا بنوتة؟ بنته الحمد لله. بنت، ربنا يبارك لك فيها يا رب. دي بقت عروسه دلوقتي ولا جت متاخره؟ لا الحمد لله هي عروسه فعلا. معاكي عند بابا؟ معايا عند بابا. ونفسها بباباها وبتشجعك على الرجوع، ولا بتقول لا جده صح وبلا بابا ده ما وحش؟ لا مشجعة ابويا وبتقول جده صح، بس في نفس الوقت هي ما بتكرهوش طبعا. باباها. باباها. ايوه. وانت عايزاه؟ ايوه الحمد. سؤال حلو كده، لما انت بتقولي مخدرات والحاله الماديه زي الزفت وبيعاملك وحش، عايزاه ليه؟ لان الاول كان فيه كويس يا فندم. وعندك امل يبقى كويس؟ والله يا فندم يعني بقول يا رب وبدعي. ما هو ما ينفعش يا رب وبدعي كده، لا لوحدها ما تنفعش. تنفع لما يبقى فيه بوادر. ربنا قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. وهو مش هيوفق ربنا بينهم الا اذا كانت عندهم اراده في بادره حصلت. اذا كنت بتقولي اخوه اللي جه وكلم بابا وحش. ايوه فندم. ولا انا ما سمعتش كويس؟ لا مظبوط مظبوط. هو طيب. قال لي انا حاجه اخدك من تحت البيت، هو كان مصمم ان ياخدني من تحت البيت. مش اشكال تحت البيت ولا تحت البير حتى. هو قال لك حاجه اخدك اللي هو اخوه ولا هو؟ هو قال لي انا حاجه اخدك لوحدك، وبعد كده جاء هو واخوه، بس هو ما طلعش واخوه بس اللي طلع. هو ما طلعش ليه؟ مش كويس. هو ما طلعش ليه؟ مش عايز اهلي خالص، وبيقول لي الناس دي ما يلزمونيش، وانا مش عايز اعرفهم تاني. وهو حد بيقول له ده يلزموك؟ ده يعني هم في حالهم، وهو واخد بنتهم يعيش معاها بالمعروف ويصلهم ويخليها تصلهم ويتقي الله فيها وفيهم، ولو كانوا ناس بسم الله ما شاء الله عليهم يتدفى بيهم والملان يكب على الفاضي. انا عايز اقول لحضرتك ان والدي عمل معاه كتير كتير. والله يعلم الله. وقف جنبه في شدته كتير. بابا معاه غيرك؟ معايا الحمد لله. ايوه. لا يعني بتقولي عايز يعمل لي انا وبنتي حاجه؟
تمام. يعني هو حط ايده في الشق من ناحيته. تمام. والحاجة اللي عايز يعملها دي مش هتخلي اخواتك يكرهوكي؟ لا لا يا فندم، بالعكس، اخواتي الحمد لله، احنا الحمد لله والدي مستور وكويس والحمد لله ما بيننا محبة ومتربيين على الحب. طب هو بابا لما يعمل كده وفكر في الدرجة ان هي يعمل لك حاجة لانه عرف ان جوازتك مايلة، هو ايه اللي خلاها يطمن قوي انها جوازة مايلة؟ انت رغيتي مع بابا كل التفاصيل؟ شحنتيه قوي؟ لا مش شحنته، الفترة اللي هي حوالي 5 سنين دي كان فيها حاجات كتير يعني، حكيتها له، مش كل حاجة بس حاجات كتير. لان فعلا كنت تعبت وكنت بقول انا عايزة اسيبه حقيقي. فبابا قال مفيش امل. وبابا قال مفيش امل، ولو ان دلوقتي لما عارف ان رغبتي ان انا ارجع قال لي انا ما عنديش مانع لو هو انصلح حاله وجي واعتذر وقال انا غلطان وكل واحد ياخد حقه. لا خلي بابا ينسى الحكاية دي، بس بلاش الشكليات اللي هي اللي هتقدم ولا هتأخر جه واعتذر، احنا مش هنعمل برستيجيات فارغة، المهم هو يطمن وانت تكوني مطمنة. برضو ما زلت حوالين السؤال اللي قدامي دلوقتي تحت الكاميرا وفوق الكاميرا وفي وداني، ايه اللي خلى حنينك يرجع؟ بيكلمك في الموبايل يا بت؟ لا يعني كلمته مرة، كلمني مرة الاول وقال لي انا اما شتمتك وبهدلتك وسرقتك انا ازاي افرق مراتي بعد 18 سنة، انا العصبية انا النفسية. طيب وكلمتين كمان من اللي ما تقدريش تقولهم لي دلوقتي على الهوا، ممكن تسمحي لي اقول اتنين من مقتضاهم ومعناهم العام؟ وانا بحبك ومعرفش انام دلوقتي من غيرك وحشاني يا كوكا ويا بوكا. يا فندم ممكن. وحصل بقى الكلام ده خلاك تليني؟ لا لا مش هي دي وجهة نظري يا فندم. امال ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه بنتي تبقى عايشه عيشه سويه وتتجوز وتبقى ويبقى امها وابوها مش منفصلين. حالته الماديه دلوقتي اخبارها ايه؟ والله مش مظبوطه. هو عمل حر ولا موظف حكومه؟ لا عمل حر. عمل حر. والمخدرات شغاله ولا قال استغفر الله العظيم وتفاه من بقه؟ والله يا فندم انا ما اقدرش اقول لحضرتك ولا لا، ان انا ما اعرفش. طيب انا بقالي 3 شهور بعيد. انا بنصحك انك ترجعي، وبقول لابو بنتك والراجل اللي انت عندك رغبه الله يصلح حالك يا رب، بقول له كلمه، لو انت شايف ان حماك محق بانك تروح له وتعتذر له مش عيب انك تروح وتعتذر، وبقول لبابا كلمه، بنتك عاشت معاها 18 سنه ولها عروسه منه وهي رغبه في جوزها وهو اولى بيها وتابعها بحنيه وبالراحه، وانت لو وديتها الصبح حج مش هيجرى لها حاجه، هي هتروح زي ما جات لك لان خلاص بقت مدام، مش هتروح له بنت وهترجع لك مدام، هي بقت مدام من زمان، مش هتخسر حاجه بنتك، بس تابعها بلطف وساعد جوزها لوجه ربنا، طبطب عليه وشوفه السوق بيكسد او بتكسد على اعتبار المؤنثه شويه وبتربح شويه، ولو انت عايز تعمل لها حاجه وتفصلها عن جوزها لا اعمل لها الحاجه وهي معاه، ولتكن هذه الحاجه في حته من الاضحيه بكره، او هات لها الخروف اللي عايزه فاضل بنتك وفرح جوزها بيها واكله كانه ابنك وكانك بتتصدق عليه وارحمه ويحس بأبوتك، لأنه قال للبنت كلمة قالتها لي دلوقتي على الهوا وكل الناس سمعوها، الأهل دول ما يلزمونيش، مؤكد في دربية حصلت لما جات له الانتكاسة المادية، كان طمعان إنكم تقفوا جنبه، وإحنا فينا عيب أرجو إن ما يكونش عند حضرتك، إن إحنا لما واحد فينا بيقع بنقل أدبنا عليه، يعني دايماً إحنا مؤدبين مع اللي بيدي، أما اللي نحس إنه هياخد أو تعبان فبنسقطه، فده المفروض ما يكونش موجود عندنا لأنه خد لحمنا. أنا أحترم جوز بنتي على دماغي مهما كان فيه من عيوب، لأن اديته أغلى ما عندي، وهو لو بيفهم وعنده دين ودم يعرف إنه واخد روحي مني، ولذلك أنا أشتكي جوز بنتي لربنا لو أهانها أو تعبها، لأنه مش بيتعبها وبهنها، ده بيقطع في كبدي، فيخلي باله أحسن أقسى عليه لكبدي يتحجر في إيده ويرحمها، يبقى بيرحمني
ويوم ما يكرمها أشيله فوق دماغي، لأنه بيكرم حتة من جوايا. الناس لما تفهم المعنى ده هنبقى كويسين، لما ما يفهموش بقى غير قال له إيه نسيتها من الصبح مش عارف سيف أبو الليالي يا ليلي، ويعوض عين ربنا في المعاني الكبيرة، وحنربي أولادنا على الهجس وكلام الفارغ، واللي ما لا يفيد في علم ولا يبني شخصية احنا بنضيع الدنيا. يضحكوا دقيقة ويذاكروا ساعة، يلعبوا دقيقة ويبقوا جد 40,000 ساعة. عشان الزمن عايز كده؟ لا، عشان ربنا عايز كده. معانا مين؟ منال. قول يا منال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ربنا يسترك. بقول لحضرتك عندي سؤالين. تعالي يا فندم. اول سؤال، احنا 2 بنات و4 صبيان. كويس. فانا دلوقتي عملت عملية عمود فقري، عمليتين في العمود الفقري. الف سلامة ليك. الله يسلم. عاملة غضروف وعاملة مفامير. ايوه. والوقت بابا بقاله 2 حوالي قعيد في البيت. كنت انا ايه تاني؟ سنتين ايه؟ بقاله 2 ايه بابا؟ قعيد. ماله؟ قعيد. قعيد في البيت. اي حبيبتي. تمام. فانا كنت بروح له كل يوم وبتابعه وكل حاجة. بس دلوقتي حاليا انا مش قادرة. عشان تعبانة، وجام الوقت من اسبوعين ماما تعبت. انت متجوزة؟ متجوزة وموظفة وعندي 3 بنات. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك. ماما مالها؟ دلوقتي نعم؟ مالها ماما؟ ماما من اسبوعين تعبت برضو ودلوقتي نايمة مش قادرة، عايزة اللي يناولها كوباية مية. يا إله إلا الله، كده الاثنين وقعوا في أرابيسكو. الاثنين امال ايه؟ وبصراحة يعني انا الاول كنت بروح كل يوم بعد الشغل، باجي كان جوزي هنا عمل عملية. كنت بتروحي بعد الشغل؟ بعد الشغل على طول. وبقيت والخمسة الباقيين؟ ايه ما شاء الله الصبيان قايمين بواجبتهم، يعني ما شاء الله عليهم. طب كويس اهو. طب كويس اهو. انا حاليا والاخت التانية؟ والاخت التانية؟ الاخت التانية مريحة دماغها من زمان. مكبرة؟ مكبرة. وبعيدة عن ماما؟ لا هي كويسة في التليفونات على طول. لا بعيدة عن ماما سكنا؟ ابدا، احنا كلنا في نفس المنطقة. امال مكبرة ليه؟ يعني مش اتكلت عارف. عليكي بقى. كنت في الاول كده قالت ما انت بتروحي وبتاع وهي شايلة الليلة بلغة الليلة. تعبت بعدها عشان جوزي كان تعبان برضو، فكنت باجي اتابع جوزي هنا وبعدين اروح لبابا. الله يديكي ثوابك يا رب. الله يخليك. انا دلوقتي تعبت وعملت عمليه في شهر 1 اللي فات. أيوة. من اثر كل ده، لان كان اصلا العمود الفقري بتاعي تعبان وعندي فقرات. أيوة. حاليا انا ضميري بيأنبني، مانيش عارفه اعمل ايه. الوقت انا قاعده في البيت ومش عارفه اروح لهم، يعني بروح لهم نص ساعه، امبارح رحت نص ساعه وجيت مش قادره اقعد اصلا على الكنبه. لازم اقعد على كرسي كده خشب. ايوه. اقعد نص ساعه وامشي. طب انا خايفه من زعل بابا وخايفه من زعل ماما. ايوه. واجي اتكلم في التليفون مره ترد عليا وما تردش عليا. طب انا ايش معنى انا اللي بتعاملني كده؟ فانا زعلانه وضميري بيأنبني. هل انا مكسره وانا مريضه كده ورايا شغل ورايا 3 بنات ورايا زوج، مانيش عارفه اعمل ايه؟ دي حاجه. ده اول سؤال. ممكن اديك الاجابه في دقيقه؟ اتفضل. قبل ما نقول التاني فانسى حاجه من الاولاني. اولا البر الوالدين للسته، للبنتين والاربع بقى، وكل حسب طاقته. بمعنى الاربع صبيان ممكن يجيبوا شغاله وحضرتك تشرفي عليها او اختك او الرجاله، وانت ترتاحي ببيتك وتيجي صله زايره الشغاله اللي عند امك اللي جايبينها اخواتك يجعملوا لك النسكافه اللي انت بتحبيها، وبوسي ايد ابوك وامك وهم مش محتاجينك اني هيلبنج، لان هم عندهم السبيشال سيرفنت فور ذا سيك اوف ذيم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ما تأنبيش ضميرك لسبب واحد، ما دمت صادقه في اللي انت قلتيه، لان عندنا قاعده منوره اسمها لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت عامله في ظهرك مستاهله اللي يخدمك وانت احق باللي يخدمك، وتدوري على نفسك الاول، ولما ربنا يعافيك تبقي تشوفي غيرك. غيرك ده حتى ولو كان الام او الاب، انت عاجزه، انت ظهرك واقف، انت ما انتش قادره. الشيطان يوسوس لك ويفتيلك. فتاوى الشيطان كتابا عامله كبير. فتاوى الشيطان يقول لك ربنا مش هيرضى عنك، وانت سايبه مامي وسايبه بابي وهتروحي النار. قولي له لا يا شيطان، انا تعبانه وربنا قال لي ما انتش قادره تصلي وانت واقفه، صلي وانت قاعده او صلي وانت راقده وانت نايمه، فده ما يشغلكيش. وكلمه لاختك دماغك اللي كبرتيها دي هتوديك النار. ارحم اختك وارحمي والديك وقومي بالدور وروحي لاختك وروحي لامك، كلها يومين وكلنا نروح. وبقول للرجاله زي كده
خدامه لا هتاخد 2000 جنيه على اربع رجاله كل راجل 500، يا اما يروح هو ومراته، ومراته تساعد امه وابوه لانهم تعبانين، وهي مش مفروض تساعد اي حد ابدا، هي تساعد جوزها، ولكن من اجل عين تكرم مدينه كامله فضميرك ما يأنبكيش ابدا ابدا ابدا. يلا قولي السؤال الثاني. انا دلوقتي ما بحب اروح للدكتور ولا اي حاجه، ما بعرفش اركب باص ولا حاجه، لازم اركب تاكسي، ساعات بركب تاكسي لوحدي، هل ده حرام فيا ان انا اركب تاكسي لوحدي؟ هو ممكن جدا يكون حرام قوي لو التاكسي ده تحت الارض. يعني هتركبيه في الارض تتشقي وتبلحكوا وتبقوا سوا سوا في الضلمه، فمش عارفين الراجل هيعمل فيك ايه. افتحي التاكسي وعودي، حتى لو في اتنين ورا اركبي جنب الراجل، ما دمت محترمه ومش هتيجي ايده في رجليكي. الحمد لله. وما دام راجل محترم وكل حاجه، والدنيا نور وكشفه ولا حرام ولا حاجه. حبيبتي انتوا مش في اوضه سد ومقفول عليكم وقفل من جوه، ما حدش يقدر يدخل ولا حاجه. تركبي تاكسي لوحدك وتركبي اسانسير وتطلعي من غير مشقه، والدين مش بالسكينه، والدين مش مره وراجل. ايوه ياما راجل ملوش في الستات، احنا ليه عقولنا متركبه نيله في قلب الجنس والسكس؟ ليه عقولنا تبقى كده ليه؟ الحمد لله. لا مفيش، انا بس صغير دكتور معلش. دكتور قول يا حلو. هو انا دلوقتي بناتي برضو بيقعدوا يقولوا اشمعنى بابا ما بيذبحش والكلام ده كله. اسمعنا بابا ايه؟ ما بيذبحش في مش العين. قادر ولا قادر؟ ما اعرفش انا عنه اي حاجه، ما اعرفش هو بكام ولا مرتبه كام ولا الكلام ده. يعني في ساعه هدوء كده وهو راضي تمام الرضا ممكن تناقشي معاه، وما تقوليلوش البنات عشان ما يكرهش بنات. يعني انت تساليه بينك وبينه كده، قال لي احنا ما بنذبحش في العيد زي الناس. شوفيه هيقول ايه؟ بيقول احنا علينا فلوس. عليك فلوس يبقى مديون، اهو غلبان ما عليهوش اضحيه. قول لبناتك الكلمه دي واقلبوا الصفحه بعد ثانيه. يعني بلاش نلت ونعجم فيها كتير. ما دام انت عرفتي علينا فلوس يبقى راجل ده محترم، ابو بناتك مش عايز يشيلكوا هم الدين ولا يقول لكم عليا ولا كذا، وبيعاني لوحده وبيدخل عليكم بالمسره. فقولي للبنات بابا مديون علشانكم وعشان تعيشوا حياه كريمه، وقولي لهم الشرع بيقول الاضحيه سنه للقادر كمان. يعني القادر لو ما عملهاش ما هوش مذنب ولا هوش كافر ولا حدش يقول له ليه. بس يا حبيبتي سلمى على اسم بنتي عمر، قول يا عمر. عمر وسلمى برضو كان في حاجه كده باين. قول يا عمر. الو. اهلا يا فندم. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. دكتور مبروك، لسنا حضرتك طيب. عمر يا حبيبي وانت وكل لحظه طيب. دكتور انا كنت عايز اسالك على حضرتك على حاجه. حكم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بس في اليقظه. حاضر. حاجه تانية يا عمر؟ لا ما هو اصل انا يعني انا كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع طويل شويه، فهل لا قول براحتك. النهارده كل واحد يقول اللي هو عايزه. هنقعد يعني الموضوع طويل قوي، ف انا نفسي تفضل معايا لغايه لما ندعي سوا ولا تفرق معانا. ربنا يكرمك يا رب ويجازيك. والله قول يا حبيبي كل اللي انت عايزه. طيب هو الموضوع يخص زوجتي. قول يا حبيبي. هي الموضوع من فتره كده مش من بعيده، ان هي ابتدت تشوف نبي بس وهي صاحيه مش ماشي. وهي نايمه. طيب. والموضوع ابتدى يظهر معها تدريجي، بمعنى ان هي في الاول ما كانتش يعني بتشوفه بشكل واضح قوي. وبعد كده ابتدى يظهر واحده واضح واحده قدامها، فابتدت الحمد لله تشوفه كامل يعني. تفصيل كامل. واضح جدا. جدا جدا. زي يعني الصورة اللي عليها ضباب، ابتدى الضباب يروح وبقت صافية ومنورة كده. الله ينور على حضرتك. هي عندها كم سنة يا عمر؟ عندها 28 سنة. تعليمها ايه؟ تعليم عالي. كانت مخطوبة قبلك؟ يعني كان لا ما يعني رسمي لا لا. ايه مكسوف تقول؟ لا لا خالص والله، بس لا رسمي لا، يعني كان في مشروع خطوبه. ما انا بسال. طب هو ايه اللي خلاني اسالك السؤال ده اصلا، وانا عارف ومتاكد انك هتقول لي ايوه كان في حاجه زي كده. ابوها وامها كانوا بيعاملوها كويس؟ يعني كان في بالراحه عليا، عشان انا هقول لك في الاخر خالص لما تخلص هقول لك كلمه، لكن اخد باك جراوند عندي واتشحن من المعلومات اللي لابد ان انا اعرفها. بقالك كام سنه متجوزها؟ بقالنا 5 سنين. انت شغال اعمال حره ولا في الحكومه؟ لا انا شغال قطاع خاص. قطاع خاص. مغطي بيتك يعني؟ مفيش شكوى ماديه يا عمر؟
يعني الحمد لله مرينا بظروف ماشيه الدنيا. بقالك قلت لي كام سنه متجوز؟ انا اسف لو كنت قلت لي قبل كده. بقالنا 5 سنين. 5 ولا 8؟ 5 سنين. 5 سنين. خلفته معانا؟ اه معانا اولاد. مع اولاد يعني كام؟ معايا ولدين. ولد ربنا يبارك لك فيهم يا رب. معاك ولدين، كام سنة وكام سنة يا عمر؟ هما توأم. الله أكبر، توأم. وساكنين في بيت العيلة ولا حاجة؟ لا لا لا. قاعدين في شقة لوحديكوا. آه آه. الأولاد لهم متطلبات بتطلبها هي منك أنت ما بتجيبهاش؟ لا خالص، لا لا خالص. البنت منطوية وبتقعد لوحدها كتير؟ بمعنى ايه منطوية معلش؟ يعني معناها يعني مش اجتماعية ولا عايزة تروح للأمها ولا لأمك ولا للدنيا وسرحانة كده؟ لا 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 خالص خالص. ما بتسرحش كتير؟ ما هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضرتك. قول كل حاجة لأن أنا بكون صورة دلوقتي ومش عايز أقول لك الحقيقة إيه إلا لما كل الذرات دي تتجمع في دماغي وهقول لك. لا هي يعني هي لا هي اجتماعية وبتحب هي بتحب الناس جدا جدا جدا. طيب. جدا بس هي حساسه جدا. تمام. بس بتحب الناس جدا جدا. تمام جدا. تمام. وبتنتظر دايما الخير من اللي قدامها لان هي انسانه الفتره اللي انا عشتها معاها هي انسانه بحس انها نقيه جدا من جواها. طيب تمام. من امتى بقى حسيت او من امتى قالت لك انها بتشوف سيدنا النبي؟ سبع او ثمان شهور. من 7 8 شهور. تمام. عمر هسالك سؤال متاخر بس انا هجيبه بسرعه بس في الجون على طول. اتفضل. اتناقشت معاها او اتناقشت معاك في ان الموضوع ده نعرفه للناس ويعرفوا ان عندنا واحده ربنا من عليها وبتشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقظه لا مناما وان ممكن اللي عنده مشكله او عنده حاجه تتحل على ايديها؟ هي ما كانتش عايزانا اتصل اساسا اقول بس انا طبعا من اللي هي بتقعد تحكي معايا انا وصلت لمرحله ان انا خلاص لا لازم اتكلم يعني لازم. لا ما اقصدش قبل ما تكلمني هل حصل حوار بينكو ان الموضوع ده يبقى اقول لك يعني زي بيزنس؟ لا 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 خالص ده بالعكس. تمام. لا ما بقولش فلوس يعني. لا انا قصدي وماله لما اصحابنا او جيراننا او الناس تعرف ان عندنا حد ربنا من عليه برؤيه المصطفى المختار عليه الصلاه والسلام فيجي يحكي لنا مشكلته واحنا نسال النبي والنبي هيجاوبنا من غير فون ولا قطع فصل شاحن وهي بتشوفه مواجهه وممكن نعمل مجلس وهي تخاطب النبي عليه الصلاه والسلام كان هي الوحيده اللي هتشوفه وتقول النبي هيقول ايه وهي تقوله للناس. خلي بالك عشان الكلام ده يبقى خطر جدا. لا بس لا احنا يعني هي يعني احنا لما اتكلمنا فعلا لا هي مش حابه ان هي تراي او تتكلم في حاجه زي كده مع حد خالص. هي الاساسيه بتتكلم معايا في كل حاجه. من 7 اشهر هل معاملتك اتغيرت بعد ما قالت لك الكلام ده؟ لو انت كنت بتعاملها سي باني واي وبعدين بعد ما قالت لك انا شفت النبي في اليقظه انت كشيت شويه احتراما منك لهذه الرؤيه الجهريه الصحويه اللي مش في المنام اتغيرت المعامله بالنسبه لك شويه؟ يعني غيرتي معاملتي معاها؟ اه يعني قربت منها اكتر، احترمتها اكتر، قدرتها اكتر، ريحتها اكتر، صرفت اكتر، بقيت ما تقولش لا، بقيت ما تقولش لا كتير، بقيت ما تقولش لا كتير. لا يعني كانت المعامله يعني برضه شبه طبيعيه ما بين يعني بنختلف شويه وبنتفق شويه يعني الحمد لله معظم الوقت متفقين. بعد ال 7 اشهر بقى في ال 7 اشهر دول هتغير؟ الفتره الاخيره بقى ده يعني اللي جايب حضرتك فيه ان الفتره الاخيره ابتدى اللي حضرتك بتقول ان انا فعلا يعني معاملتي اصلا انا ما كنتش بتعامل معاها وحش بس فعلا معاملتي بقى فيها راحه معاها اكتر. اكيد طبعا ده مكسب بالنسبه لها كويس قوي. اتفضل كمل. تمام. فالموضوع بدا ان هي فالموضوع بدا ان هو الموضوع ان هو الحمد لله هو بقى يظهر قدامها جامد يعني يعني بقيت تشوفه بطريقه تفصيليه جدا ملامحه يعني يعني مش عايز اقول لحضرتك ان هي بتشوفه يعني بدرجه ان هي يعني كانه مثلا حد موجود معانا حد موجود معانا. تمام. حد موجود معانا. تمام. لحد من فتره قريبه من حوالي يعني من لحد من فتره الموضوع ابتدى يعني ايه هدي شويه معاها ما بقتش تشوفه كتير وبعدين الفتره دي بقت تشوفه كتير تاني. بس
المهم انا وانا انا بابا اتكلم معاه بتكلم معاه كتير، فلما سالتها قلت لها طب ايه التفاصيل اللي انت شفتيها؟ انا زوجتي ملهاش في يعني الانترنت والكلام ده كله، هي ما بتخدش فيه قوي يعني، هي ما دخلتش عرفت صفاته والكلام ده كله بناء على الصفات هي تخيلته مثلا. فقلت لها طب انت ايه الصفات اللي انت شفتيها؟ قالت لي انا بشوف شفت صفاته 1 2 3 4 يعني لادق تفاصيله كانت بتشوفها يعني. ممكن قول لي قول لي قول لي 2 3 عمر من فضلك، قول لي كده 1 2 3 4 يعني ايه مثلا؟ في الاول خالص قالت لي عيني شكلها مش اسود، فانا طبعا انا قاري الصفات، فقلت لها لا الصفه دي مش موجوده. فالمهم لما ابتدت تشوف الصفات قالت لي لا العين سودة، الحاجب فيه تقيل ومتصل شويه، اصابع الايد واصابع القدم، الشعر طوله كذا، الشعر كثيف جدا واسود. لدرجة يا دكتور في آخر مرة هي بتوصف لي سنانه اديتني، فبتقول لي ايه؟ بتقول لي هو لما بيبتسم، قالت لي مش فكرة ان هو سنانه بيضة، قالت لي لما بيبتسم بيبج نور من بيخرج نور من فمه، نور غير طبيعي. قالت ايه في السنان؟ سنان مفلوقة سنة. هي هو الاوصاف بتقول كده فعلا، كان مفلج الاسنان على السنان. بالله العظيم ده قبل ما هي كان بين السنة والسنة فاصل كده جمالا يعني وحسنا. اخر حاجه انا عملتها معاها، عارف حضرتك لما كنت بتراجع مع حد امتحان يعني، جبت الصفات من على الانترنت وهي ما كانتش ما تعرفش حاجه، فمسكت الصفه بس مش دليل قوي، مش دليل قوي يعني، ما تاخدوش ده دليل. الله اعلم. الله اعلم. برافو عليك يعني، بس اتابعني لان الموضوع انا مش هقول لك الف مبروك، انا بسمع منك كل حاجه عشان اديك القرار وانت تطمئن اليه ان شاء الله. الله اعلم. لا يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، بس في سؤال فاضل لي وهكمل دلوقتي. انا من كلمتك كانه عليه الصلاه والسلام عايش معانا، افهم من كده، افهم من كده ان ممكن عمر يكون بيتغدى معاها وتقول النبي قاعد بياكل معانا اهو، او 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 قاعد لحظه، او قاعد معاها انت وهي وتقول لك اهو يا عمر، فانت تقف وتقول عليه الصلاه والسلام وتاخدك حاله كده من الجمال والسكينه وتصبر عليها وتقول لها حصل ايه وشفتيه ازاي وحورك ومحروش. السؤال الاخطر عندي، هل لما تبقوا لوحديكوا في اوضه نوم والباب يتقفل، هل بتقول لك انا شايفاه وبقول لك يا عمر ما تجيش جنبي؟ لا. او العكس؟ لا، بس خلاص كمل كمل. زي ما حضرتك بتشوفوا، ممكن لما بنكون بنصلي تمام، بتشوفه بيصلي معانا، لو ابني نايم بيصلي معاكوا، هو يعني بيصلي معاكوا، بيصلي وراكوا مثلا ولا قدامكوا ولا ايه؟ يعني تشوفه يعني في مره شافته كاننا انا وهو بنصلي جماعه وهي واقفه ورانا، وهو طبعا امامك اكيد وامام الدنيا لا كلها. لا الله، لا الـ 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 الحقيقه ان انا اللي كنت واقف امامه، هو كان يعني هو واقف معايا. ما تحصلش دي، طيب ما علينا. هي حصل في بكر صديق، لكن صلى ابو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاه ابي بكر. ماشي كويس. يعني ممكن تشوفه مثلا لو ابني نايم، بتشوف مثلا كانه يعني بيلعب له في شعره او بيلعب الطفل وهو نايم. طيب بتشوفه في اوضاع كتيره جدا. كويس. اوضاع مختلفه كتيره جدا 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 يعني. في اليقظه هي كل الخوف بقى دلوقتي، هي عندها حاله قلق بقى، هي كل خوفها بتقول لي انا خايفه لكون يعني اللي بيحصل ده حاجه كده يعني، مش هي خايفه تكون ان ده مش حقيقي يعني، او هي مثلا او ده حاجه مش صح. قلت لها انت عندك حاله من الاثنين، يا اما انت بتكذبي عليا ما بتكذبيش، وموضوع الكذب الحمد لله انا عارفها كويس قوي ان هي ما بتكذبش يعني، الكلمه بتخرج منها الحمد لله يعني هي ما بتكذبش خالص. في حين كمان يا شيخ مبروك ان انا زوجتي دكتور. يا عمر بلاش شيخ دي عشان بتقرفني في عيشتي. طب انا اسف جدا يا دكتور. ايوه. هي مش عايز اقول لحضرتك ان هي بقى يعني مصليه وبتواظب على الصلاه وكده، لا يعني عشان اكون صريح مع حضرتك كنت هسالك السؤال ده عشان اكون، هل انت خدتها صوامه قوامه؟ لا. قائمه لليل؟ لا. بت دايبه في العباده؟ لا. دوب بس انا اقول لحضرتك في كام صفه كده انا لمستها فيها من حياتي معاها. كويس. ان هي انسانه صبوره جدا، إنسانة نقية جدا بمعنى الكلمة، إنسانة من جواها نقي جدا، إنسانة يعني بتتسم في اللي قدامها الخير لآخر لحظة. بس للأسف يعني هي بيبقى يعني اللي خارج من جواها إنسانة خيرة جدا، خيرة جدا، خيرة جدا، خيرة جدا، كريمة جدا، كريمة جدا. أنا بقول لحضرتك بما يرضي الله من معاشرتي ومعاملتي معاها خلال الفترة دي كلها. لسانها مش مبرد، ما بتجيبش سيرة الناس. لا خالص، لا لا الا يعني لا غيبه ولا نميمه. لا غيبه ولا نميمه. الحوارات بتروح وتيجي عشان اكون برضو صريح مع حضرتك، مش يعني
مش سيره، هي ممكن في اوضاع كتير ممكن ما بتعجبهاش فيها، بتتضايق من اوضاع كتيره، بس بتتكلم معايا انا بس. تمام. عمرها ما بتتكلم مع حد، ما فيش يعني، حتى لما مثلا حد بيقعد يتكلمها على حد تاني ما تقعدش تجاريه وتقول لا، هي يعني تقول كلمه بما يرضي الله او كلمه تهدي النفس وبس، لكن ما هياش اللي هي بتشحن او الكلام ده، ممكن تفضفض معايا انا براحتها، هي بتتكلم معايا. تمام. تمام. الحمد لله بتتكلم معايا في كل حاجه، هي بتحكي معايا في كل حاجه، تمام، بترتاح معايا في الكلام يعني، لكن بتتكلم معايا انا بس في اي حاجه يعني، انا الوحيد الحمد لله اللي بتتكلم معايا يعني، الحمد لله احنا قريبين من بعض قوي، وهي قريبه مني جدا وهي بتحبني جدا وانا بحبها جدا، فهي بتتكلم معايا في كل حاجه، هي بس كل خوفها هي خايفه، هي عندها خوف من ربنا، بتقول لي انا خايفه من ربنا لا يكون اللي حاصل ده انا مش صحيح او حاجه مش مظبوطه فربنا يعاقبني على حاجه زي كده، هي كل بقى رعبها في الاخر من حاجه زي كده بس، ان يكون اللي حاصل يعني، بتقول لي انا بدليل ان انا بقعد اسالها في تفاصيل زي ما حضرتك بتسالني كده، بقول لها مثلا طيب طب يعني، لان هي مثلا تقول لي انا شايفاه دلوقتي مثلا واقف ايه فاتح الستاره مثلا، هو يفتح الستاره واقف فاتح ستاره الشباك، ونكون مثلا والضوء ضارب في وشه، بتديني تفاصيل يا دكتور يعني تفاصيل يعني دقيقة جدا عنه، قالت لي أدق تفاصيل عنه من أول شعر راسه صلى الله عليه وسلم لحد ضفر الرجل زي ما بيقولوا، فهي بس احنا أنا مش عارف يعني، أنا حاولت إن أنا أقول أوصل لحضرتك أو أكلم حضرتك في حاجة زي كده، لأن أنا نفسي أفهم، أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. بشكرك الأول قبل ما أخد، لأن عندي 100,000 تليفون، لكن برضو وعد لازم كل واحد النهاردة يتكلم براحته، واللي شايف بعد كده لما نرجع لبرنامجنا في موقتنا العادية الساعة يوم الثلاث ويوم الجمعة من 5 لـ6، جايز يعذرني لما أقول لحد هات من الآخر، لأني ممكن جدا الحلقة تضيع في مكالمتين اتنين لو إحنا على وتيرة النهاردة، لكن إحنا عايزين الخلاصة، وعشان كده الرد على عمر ابني وبنت حبيبتي، البنت فعلا زي ما قال جوزها نقية جدا وصفية جدا، وبنت ممكن تكون مختلفة عن زمانها وبنات جيلها، ويكون عندها شفافية محترمة، فتتخيل، حط الميت خط. الحديث الصحيح، من رآني في المنام فقد رآني، يعني في المنام، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أما رؤيا اليقظة فهي في تفسيري مزيد حب ومزيد تخيل، لا تخافي ولا حاجة، لكن ما تركزيش في حاجة قوي لدرجة التخيل اللي ممكن يخليكي تقولي أهو النبي فابنك يقلدك أو يضحك منك وتحصل ضربات عنيفة، بس ده كل اللي عندي. اتفضل يا فندم قولي إيه. ها ما أنا مستنيك يا هو حسنية أم أحمد، يلا يا أم أحمد بسرعة. ألو أم أحمد، يا أم أحمد راحت. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس أنا ليا سؤالين اتنين. وماله؟ أنا كلمت حضرتك قبل كده في رمضان. ها؟ فممكن توطي التلفزيون، وطي أنت التلفزيون. فحضرتك هو سؤال الأولاني خاص ببابايا. أه. هو بابايا ما بيكلمنيش. أيوه. ورافض إنه يكلمني، وكل ما حد يجي يكلمه علشان نصلح ما بيننا وما بينه انا واخويا هو بيقول دايما ان انا مش بنته. لغوه 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 بيقولوها الاباء بس. لحظه مامتي هو لحظه واحده بس، لحظه واحده لازم اكملي، حاسيبك تقولي كل انت عايزه. ليه يا اختي كده؟ ليه ابوكي مش قابلك نهائي كده؟ ليه؟ هو مش انا لوحدي، انا واخويا. ليه برضه هو هو مراته كمان ماشيه تقول وتسب مامتي في عمي. عمي مازال موجود، ومامتي انا متوفيه بقى لها اكتر من 16 سنه دلوقتي، الله يرحمها. يعني يقول يعني ان ماما غلطت مع عمي والحاجات دي وجابتني انا وحاجات زي كده يعني. بيتهيأ له يعني؟ انا ما اعرفش. بيتهيأ له. دي حاجه انا ما اعرفهاش اذا كان لا بيتهيأ له. هو غلط، عمي اقسمني وعمامي كلهم قالوا لي والله يا بنتي ما حصل، وهي ستي كانت ست كويسه الله يرحمها. الله يرحمها. طبعا هو بياخد حاجه بابا بياخد افيون؟ لا بابا ما بياخدش اي حاجه. امال بيقول الكلام ده ازاي؟ هو عشان يحرمنا من البيت من عنده انا واخويا. وراح المحكمه وراح المحكمه وطلب الغاء النسب؟ لا ما عملش كده. هو يبقى هيحرمكم ازاي؟ هو كتب خلاص البيت لعيال. كتب بقى يعني، هو ركب دماغه. احنا مش عايزين منه حاجه بس عايز يقنع نفسه.
لا لا مش مش عايزين، مفيش حاجه اسمها مش عايزين، ولا ولا هو يكتب ولا انتوا عايزين ولا اولاده اللي من المره الثانيه يعوزوا اي حاجه. هم اتجوزوا وعاشوا في البيت وهي بتقول ما لهمش مكان هنا، هم مش ولاده وهو متبري منهم وخلاص، هو بيثبت على الكلام ده. فعشان بس حضرتك النهارده بتتكلم عن صله الرحم طبعا. ازاي انا اتعامل معاه؟ هو هو رافض. انا عارف. السؤال الثاني، انا كنت متجوزه شخص، ايوه، هو انا مخلفه منه 3 اولاد بس انا الحمد لله انفصلت منه. الشخص ده كان بيجي، انا علي ايام في رمضان، بس الايام دي يعني هو، انا اسف اللفظ اللي انا هقوله، هو كان بيجبرني ان انا افطر في رمضان غصب عني. فانا مش عارفه اعوض الايام دي ازاي، انا مش هقدر اطلع فلوس، ظروفي مش تسمح ان انا اطلع ظروف. ولا عليك اي حاجه، حسب ظروفك دي ما عليكيش حاجه. لان الخلاف الفقهي هل على الاثنين، استني يا بت استني يا بت، على الاثنين اطعام 60 مسكين على كل يوم فطروه في حاله المعاشره، ولا يجبرك تفطري عشان ياكل؟ ما انا لازم افهم. لا، عشان معاشره. عشان معاشره، فعلى كل واحد فيكم اطعام 60 مسكين عن كل يوم. فالعلماء الفقهاء قالوا ايه؟ على الاثنين كل واحد 60. جماعه تانيين قالوا لا، على البه لوحده، والست ما عليهاش حاجه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي عمل كده عليك، ما قالوش ما قالوش عليك وعليها. انا بقى كمبروك عطيه المفروض استاذ استثمر الخلاف الفقهي حسب الحاله. واحده مش قادره تطعم نفسها ومش لاقيه اللضة، اقول لها عليكي وعليه، لا اقول لها لا، وتبقى الفتوى بحسب الحال الحال، ومش بحسب الحال يعني ان انا اغير في الدين واقص والزق. لا، في رايين، راي بيقول كل واحد في الجوز اللي عاشروا بعض زي الخيل وعملوا هيدا نسيكو استغمايا، كل واحد يطعم 60 مسكين. راي تاني بيقول لا، البيه لوحده هو اللي عليه اطعام 60 مسكين، والهانم مغلوب على امرها يا كبد امها ما عليهاش حاجه. اقول لك ايوه، انت كده انت مغلوب على امرك واجبارك، ما عليكيش حاجه وانسي الموضوع ده. اما بالنسبه لباباكي فلو ضربك بالجزمه مش شباك تناولها له من الباب، لو خبطك بالبلغه على الباب تناولها له من الشباك، حتى لو ما قالش انت بنتي شبينتي، يقول براحته من غيظه من شكه من ظنونه من هوسه. ولا قطيعة أبدا في هذا الدين. أم مين يا أختي قولي لي؟ يا سلمى حبيبة قلبي أنا، سليمة. سلمى ازيك يا دكتور؟ والله العظيم قلت دي بنتي بقى وبتدعبني وهتسألني سؤال وعايد عليها وأقول فيها شعر. وقولي قولي يا سلمى. دكتور معلش، أنا عندي مشكلة كبيرة جدا عايز أخد رأيك فيها. اتفضلي. انا متجوزه بقالي حوالي 14 سنه. 14 سنه والاولاد؟ انا بسال على العيال على طول. عندي ولد وبنت. خلي بالكم بقى. انا اتجوزت يعتبر جواز صالونات، لان كانت ظروفي لا تسمح ان انا اقعد في البيت اكتر من كده، كان لازم اتجوز. انا ما اقدرش اقول ان هو بشع وما اقدرش اقول انه كويس، تمام، بس اللي انا اقدر اقوله يعني انا مش متقبلاه. من اول يوم. من اول يوم، بس ظروفي ما تسمحش ان انا مكان، يعني كان لازم اتجوز، ما كانش لينا مكان نقعد فيه، ما كانش حد يصرف، يعني كان لازم اتجوز. ايه يا فندم؟ ما كانش لينا مكان نقعد فيه او حد يصرف علينا، فكان لازم نتجوز. المهم من حوالي 4 سنين. لكن ما قدرتيش تقبليه؟ لا. يعني انت حاسه ان لو كان في مكان تقعدي فيه ما كنتيش اتجوزتيه هو او ولا غيره حتى، بس في مكان لينا. ما فيش مكان لينا، فانا مضطره، فانا حسيت ان انا لاجئه. يعني انا من اي دوله لاجئه؟ يعني على الاقل يعني يعني هو المأوى اللي رماني عليه ان انا احب وافرح. لا لا لا، يعني مع وجود ولدين والدنيا والعشره، مفيش اي حاجه عملت مسح للحكايه دي؟ برضو جواكي حاولت لا لحظه، برضو جواكي حاله الرفض؟ جوايا حاله رفض. يعني بعدين يعني برغم الحمل والولاده وان في حد طلع مشكلتنا دلوقتي، يعني انا ممكن اعدي الحياه ومشاركه في البيت، بس مشكلتنا ان هو في المعاشره الزوجيه انا بحس ان كاني قاعده جنب عفريت. ايه؟ انا مش متقبلاه. بتحس انك قاعده ايه؟ جنب عفريت. عفريت. انا مش متقبلاه. بشع بشع وحش غصب عني، ده مش يعني انت مش طايقه شكله؟ مش شكلا، انا مش طايقه اي يعني انا مش طايقه خالص منه اي حاجه خالص، مش قابلاه. مش عشان هو بني ادم بشع لا 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 يا فندم، انا كده احساسي كده، انا مش دعوه، لا انا بتكلم، انا بساعدك على انك تعبري، يعني احساسك ان ده مانيش هاضمه منه اي حاجه خالص خالص، حتى لو جاب المانجا العويس ام 26 ايا كان. يا لهوي خالص، ولا موزه. انا يعني يا دكتور ولا كلمه. صوته يا بت، صوته
بيبقى أذى في ودانك. بس يا دكتور عشان انا ما اقدرش اظلمه، هو مش عشان هو وحش يا فندم. انا عارف لا اله الا الله قمر 14 وانت مش قابلاه، دي فيها ايه؟ غصب عني مش عارفه احب. بالظبط كده، من اول يوم. من اول يوم. بس انا حاولت، انا حاولت كتير. هو حبيبتي انا خليكي معايا، الدنيا جميله النهارده وقدامنا وقت الحمد لله يا رب. والله انا اتمنى الحلقه تبقى 10 سنين ورا بعض متصل او اموت بعد كده. ايه يعني؟ بصي انا عايز اقول بس. لا يا دكتور بص معلش انا هقطع، بس هي مش دي المشكله، هي دي اساس المشكله. لا انا هسأل سؤال مهم. هو حس ده منك؟ حاسس. اوف بقى، وات هابند بقى؟ ولا حاجه، حاولنا نتكلم كتير. ما انت عارفه انجليزي وعفريت اهو، عرفت وات هابند يعني ماذا حدث. حاولنا نتكلم كتير. وبتضحكي اهو، عمرك ما تقدري تضحكي كده في وشه؟ تمثيل ولا تمثيل؟ طب ما انت عبقريه يا بت، ده تلات ارباع الحياه تمثيل يا دكتور. والله العظيم احنا بنضحك في وش الدنيا، يقول لك اضحك للدنيا تضحك لك. يعني انا بضحك للدنيا وانا راضي عنها؟ ما انا بضحك لها تمثيل وبخدعها عشان هي كمان تضحك لي وكلنا نضحك على بعضينا عشان ما نموتش من الحسره ونصلي وندعي يوم عرفه ربنا يغفر لنا اجمعين وتبقى الدنيا جميله. حبيبتي انت حاسه ان الحياه مع استمرارها بهذا الاحساس البغيض هتجيب اجلك بدري؟ لا انا كنت ارتضيت، انا كنت ارتضيت ان اعيش كده، قلت اعيش لاولادي انا مش مشكله. بس ظهر لي من 4 سنين واحد صاحبه فجاه، يعني انا عمري ما كان في بيني وبينه كلام غير في المناسبات او لما يبقى معاه او ظهر لي من 4 سنين وقال لي ان هو من 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 اول ما اتجوزت انا وهو ان هو كان مستكترني عليه وان هو بيحبني وان وحاجات كتير من كده. ودي الفرصة جت امتى عشان نتكلم كده مع صاحبه الكلام ده؟ لوحده، هو بعت لي مسج لوحده. ولا خاف منه ولا قال ده ممكن الدنيا تتربق ولا حاجة؟ لا. بعد كده اتطورت الحكاية؟ وقال لك طب ما تطلقي وانا اتجوزك ولا ما قالش؟ لا ما قالش، بس انا اتطلقت من جوزي ده طلاق شرعي من غير ورق. اتطلقتي؟ من غير ورق شرعي. طب والورق ناقص ليه؟ طب ما انا متطلق بالمأذون بقى عشان كل واحد يشوف سبيل. ليه بقى؟ لان الشخص التاني ده اولا هو متجوز ومخلف وقال لك انا مش بتاع جواز وافتح بيت تاني، ما اقدرش، ما ينفعش. عايز يلعب وخلاص. قدر ماديا جدا. عايز يلعب وخلاص، المهم. هو منصب. انا كمان وهو قال لي حتى لو انت طلقتي عشان نتجوز يبقى انا اليوم يوم اصرف هصرف عليكي انت، هو ملزم بولاده. هصرف عليك انت واولادك، دول مش ولادي ماليش دعوه بيهم. وهو حاسس انك ممكن تقولي لي عشان انت محرومه وحسيتي ان هو المتنفس الوحيد لرئه قلبك وشفت فيه. انا سالته انت ازاي اقدمت على الخطوه دي؟ قال لي انا كنت عارف والناس كلها عارفه ان انت بينك وبينه مشاكل وان انت مش مرتاحه وان وان المهم انا حبيته جدا. طبعا يعني لا, 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 لا 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 انا اسف يا حبيبتي، عمرك ما تقولي لو انت بنتي وتلمستي هتفهميني وترتاحي جدا. انت ما حبيتيهوش ابدا ابدا، ولا تعرفي تحبيه ولا تقدري تحبيه. انت لقيتي متنفس يا بابا، انت مكتومه تعبانه بتمثلي الضحكه، فلقيت حد مختلف فممكن تتحكي من غير تمثيل. لحظة يا حبيبتي، لا مش حب أبدا، مش حب أبدا. الحب عمره ما يعرف، عمره ما يعرف أولا كلمة صاحبه ده مش صاحبه، ده واحد يعرفه. لو صاحبه ما يخونوش وما يبعتش رسالة لمراته، ده مش صاحبه. يا إما هما الاتنين عجينة قذرة معفنة فيبقى صاحبه فعلا، يا الاتنين أبلسة، يا جوزك انسان محترم بس ملوش حظ في الحب منك، فيجي التاني يعرف الكلام ده وبقول لك الناس كلها عارفه، فيصطاد في الميه العكره ويقول دي معذبه وما بتحبوش، ادخل يا واد. يقوم يدخل لقاكي ضعيفه وترميتي في حضنه، فابتدى يقول لك خلي بالك انا مش بتاع جواز، لان هو خدك من لا كان عايز حاجه خدها. جواز ايه؟ مش هيتجوز خلاص اوكي، لان عنده مراه وبتاعه ومش قادر، واكيد مش قادر ياكل نفسه ولا ياكل مراته ولا لا هو قادر ماديا جيدا، يعني قادر ويقول لك وهو بيحبك. حبيبتي بس لحظه، اللي يحبك ده يقول لك وهو قادر اصرف عليكي وعلى اولادك وعلى الجيران اللي انت بتحبيهم، ده لو قادر وبيحب الاثنين مع بعض، اجمعي الاثنين مع بعض. انما لو قادر وبيدعي حبك وقال لك ما اصرفش على اولادك، ده على فرض السيناريو، مش لان ده شرعا عكا يعك عكا، انما على فرض ان ده حوار بشري اجتماعي وهنعيشه، نقول ابدا ده ثعلب وجبان وقذر وحاجه وكل الصفات الوحشه احطها فيه.
اولا للخيانه العظمى استني، ثانيا لان الراجل بيقول لك حتى لو اتطلقتي انا ما اصرفش على اولادك لانه دول مش اولادي وبتاع. طيب انت طلقتي شرعي يعني الراجل قال لك انت طالق، عايش في البيت معاكي ولا مش عايش؟ لا هو مسافر دلوقتي يعني هو شغله مش في مصر. يعني بس لما بينزل يعني قصدي لما بينزل كل واحد في مكان. طب ايه اللي ناقص على الورقه لان دي عيشه ما ترضيش ربنا يا حبيبتي؟ لان ربنا قال امساك بمعروف او تسريح باحسان. يا تاخدي التسريح زي تسريح انا لما كنت في الجيش واخد اجازه الساعه 22 تاخدي الورقه اللي هي تقول انك انت مطلقه فلان الفلاني، والمأذون يكتب لك ان شاء الله على واحد يحبك وتحبيه بجد بعد ما توفي عده. ولا تضر والده بولدها ولا مولود له بولد. انا سالتك بما فيه الكفايه عشان اعرف. انا عايز اقول لك على حاجه، على حاجه هو عملها بقى. بعد انا ما اتطلقت شرعي اتكلمنا مع بعض وفي الحلال وفي الحرام، فالمفروض ان احنا اتجوزنا برضو شرعي واتنين شهود. وولي؟ لا. يبقى باطل بكل هدوء. يبقى اللي انتوا عملتوه ده سيما برضو يعني زي اللي فات، لكن ما اتجوزتوش شرعي. اولا الجواز الشرعي لازم ولي، وطبعا الولي ده يقطعك بالحته. الولي ده يقطع. حبيبتي احنا بالراحه وقدامنا الوقت وبنتكلم كان احنا قاعدين في الصالون ومستنيين المغرب وهنفطر سوا مع اني انا فاطر عشان انا عيان. المهم الدنيا حبيبتي الدنيا جميل. ايما امراه اتجوزت، ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد بيقول الكلام ده، اي واحده تتجوز من غير ولي نكاحها باطل باطل باطل، تكررها ثلاث مرات، يعني لعب عيال، يعني فسخ. انا اقول لكم معلومه لحضرتك ولكم مشاهدين، الفسخ غير الطلاق. الطلاق يعني يقول لها انت طالق، الفسخ يعني امشي يا واد امشي يا بنت، يبقى كانوا بيلعبوا عيال لعب عيال، ده اسمه الفسخ، لا يعد طلاقا ولا يحسب من الطلاقات الثلاثه. فيبقى الراجل ده لازم يمشي بعد عنك لانه ما اتجوزكيش شرعي. وانتوا كنتوا بتهرجوا تتكلموا في شرع ربنا، ما ينفعش ابدا ابدا، بتقولوا حلال وحرام. طب يلا بينا. هو دلوقتي يا دكتور المشكله كمان مش كده بس، المشكله بعد كل اللي انا مستحملاه منه ده ومعامله قاسيه وكل حاجه بقت يعني. احنا بنتكلم على ثاني، احنا بنتكلم على اللي طلقنا شرعي ولا اللي اتجوزنا شرعي؟ لا الشخص الثاني اللي اتجوزنا شرعي. بتتكلمي عليه؟ ايه ماله بقى؟ بعد كل ده المشكله ان هو كمان مش مكتفي بيا لا انا ولا مراته الاولانيه. طبعا لا، ولا هتملى عينه ولا كمان 20 واحده هتملى عينه. كل فتره يعرف واحده ويخلي. طب ما طبعا طبعا ده راجل جريء، راجل جريء يا حبيبتي، ده راجل ماشي ورا هواه. ده بعت لك رساله وانت مرات واحد يعرفه، وانا مصر انه لا يمكن يكون صاحبه ولا صديقه، ده واحد يعرفه او صديقه زي ما قلت لك اذا كان الاولاني من نفس الطينه، الاثنين بيخلبصوا يعني. فيبقى الطيور على اشكالها تقع بالاشباع، مد الضمه تبقى اشباع. ده اسمعي بس، انت مقتنعه بالاستاذ دكتور مبروك عطيه؟ طبعا. تقفلي الباب وبالجزمه القديمه لو جه وملوش حاجه عندنا، ولا انت مستنيه انت طالق ولا حاجه ولو امشي يا واد يا وسخ، كلمه ورد غطاه. المشكله يا دكتور ده لو انت عايزه، استني بس أنا وحيدة. لو انت عايزه استني يا حبيبتي، لو انت عايزه ومقتنعه باللي انا بقوله، ده لا ليكي عنده كلمة انت طالق ولا انت اتجوزتيه، فانت بقى وبراحتك، انا ما بفرضش فرضا، لكن اقول لك الصح هو ده. طب انا عايزه رايك يا دكتور لو سمحت معلش في حاجه اخيره. دلوقتي المشكله انا لوحدي وانا شايفه ان انا بحب حب انا مش قادره ابعد عنه. مش عارفه وانا ماليش حد. انا ده الوحيد اللي انا عرفته، انا ماليش حد. انا عشان كده انت متخيله انك ما انتش قادره عشان ده الوحيد اللي انت عرفتيه. حبيبتي انا بقولها لك بامانه، هو ده ما تقدريش تبعدي عنه عشان انت ما عرفتيش غيره، وما تقدريش تعرفي عشان ظروفك. طب يا دكتور رايك هقول لك اهو، هقول لك انا مش قلت لي انصحني؟ لما تاخدي القسيمه بتاعه الطلاق من ابو العيلين هتنسي امه. ما انا ما اقدرش اطلق لان مين هيصرف عليا انا وعيالي؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى في الحاله دي تفكري في زاويه ثانيه. الزاويه الثانيه بقى ان الراجل ده اهو طلقني شرعي مش عندي مأذون، يرجعني شرعي بكلمة راجعتك، عشان لو طلعت من الأوضة لابسة قميص نوس يعني نوم بدلع الكلام، يبقى أنا حلاله وإن شاء الله مع أنه جه جنبي وهو راضي يصرف عليا وعلى العيال، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فممكن جدا يرجعك ولا يجيش جنبك عشان هو حاسس، وانت قلتي لي وصل له احساسي بان انا مش قبلاه. لا بس هو انا اتكلمت معاه في الموضوع ده مصمم بيقول لي دي حقوقي الشرعيه، امال انا متجوز ليه؟ ما هو طب هو وماله، ما هو حقوقه الشرعيه دي برضه ليها ايجاب وقبول اللي على اساسه بني الزواج وبنيت العلاقه.
انا مش قابلاك طلقني. طب انا ما اقدرش اطلقك، انا عايز اعيش عشان ولادي. اوكي انا مش قابلاك وانا مش جاي جنبك، وانت اللي هترتكب زنا ولا هو هيرتكب زنا، ان شاء الله معانكم اتقابلتوا. والبيوت لا تبنى على الهيبه ولا على الحب، وانما تبنى على قضاء المصالح اللي موجود. واحد فيكم زي انا ما قلت النهارده برضو هيعصي ربنا، يبقى يمشي في السكة الصح ويتجوز إن شاء الله، يطلق إن شاء الله، يجمع لو راجل بين أربعة الدنيا جميلة وتبقى جميلة لو إحنا فاهمين ربنا. ما هو أصل أعمل إيه دي أهو، ما عندناش حاجة اسمها معرفش، لا عندنا كل حاجة لها حل. الصح هو إيه؟ حياة مستحيلة، منجع ويس مش نافع يا حبيبتي، مش نافع، شايفاها عفريت وقرد مصور. وأنا أعتقد لما سألتك السؤال مش هعيده تاني، تلك ده من أول يوم الحمد لله طلع من اول يوم، يعني مش قبل ما يجي راجب رجوبة حوش صاحبيكي عني، قبل ما يجي رجوبة وصحبوبة انت من اول يوم مش قبلها، يبقى ما فيش حاجة. لكن لو انت كنت كويسة معاه وجي الشيطان ده خبب بينكما، يعني افسد العلاقة بينكما، كان هيبقى في حكم تاني وكلام تاني وخطاب ديني مختلف. انما انت من الاول كرهة، اللي كرهة من الاول دي بتبقى على لطة ان حد ينكشها في نت، في شت، في فيس، في هيس، في اي هبل، في السوبر ماركت، في الشارع، في التاكسي. واحنا الحمد لله بنقول خلي بالك الصح يصح، الصح نعوج ما نعالجوش بعوجاج. خليكي مسلمه تاخدي موقف، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش اتطلق، لان مفيش حاجه اسمها اصرف عليا وانا مش هخليك تيجي جنبي، ده هبل ما يجيش. لا، عشره يا فراق، يا عشرة بالمعروف يا فراق بأدب وحقوق كل واحد ياخدها. ولو مسكت انت الورقة دي وأهلك لازم يقتنعوا بيها والدنيا كلها تقتنع بيها، ما في الحالة دي هتحسي انك ممكن تتجوزي اني وان. اني وان دي هتخلي البيت ده قد كده. ايه اللي مخليه في عينيك قد كده؟ عشان ما فيش غيره، ده الحل الوحيد اللي بيجيلك من كل البيبان الخلفية. مش كل الناس قادرة انها تجيلك من الباب الخلفي، لأن كل الناس في بيوتها، يا واحد عايز يعاكس وصريح، يا واحد هيفضحنا، يا واحد هيجيب لنا شبهة. ده بقى الأمور اللي جاي ومعاه طيور وبفرفر على بيتنا، وممكن يدخل وصاحبه كمان يجي يقول ألان وانت هنا عملت له ياكل ولا لأ، وبعدين يتجوزك. الشرع قال، راجل ما يفهمش في الشرع ولا يعرف إن جوازك منه باطل ويمثل الجواز عشان يقضي شهوته، وبعد كده يقول لك مصرفش عليك ومعمل، وانت كمان تقولي انا متمسكه بيه. انا اوكي معاكي، بقول لك السبب اللي انت متمسكه بيه من اجله ان مفيش غيره، فهتروحي فين؟ وبتقارني بينه وبين العفريت، فبتلاقيه احسن سنه ولو سنه من العفريت. العفريت ما انتش قابلاه، الراجل العفريت راخر فاهم شرع ربنا على انه لما يطلعك شرعي، يعني يقول لك انت طالق، دي الحالة الوحيدة اللي هتخليه ما يجيش جنبك لأنه بيخاف ربنا. وإلا لو قالك راجعتك إلى عصمتي، يبقى لازم ياخد حقه الشرعي. خيبة، خيبة متناهية. ده راجل لازم يكون عنده كرامة، لمس إن مراته مش قابلاه، وإنك قلتي له كده كده كوكوكو، يطلقك بالأسيمة وتبقي 3 أشهر وتقدري تمسكي الجديدة وتقولي له ولا لو عايزني وعايز تصلح الهباب اللي إحنا عملناه، مع إن دي ورقة ودي ورقة على فكرة. الغلط مش تصلح بالجواز، الغلط يتصلح بالتوبه. الجواز ورقه تانية، اللي غلط معاكي مش لازم يتنيل على عينه معاكي ويتجوزك، بالعكس ده يغور في 60,000 داهيه لانه مجرم وما ينفعش في الجواز، وانت تدوري على حد محترم. انما فريضي جوحه بقى، ما احنا بقينا حمير، جوحه اولى بلحم طوره وحماره، يبقى اوكي يا جوحه تعالى، انت اولى بيا وانا اولى بيك، ان كنت ليا وانا ليك. على ايه يا جميل نتفارق؟ القشيمه اهي، اعمل قشيمه جواز وعلني، وانا ظروفي كذا وكذا وكذا وكذا، مش يصرف على اولادك، اولادك لهم اب يصرف عليهم، اما ابوهم لو جرى له حاجه ومات يبقوا يتامى، واولادي الغاليه الحبيبه يصرف عليهم زي ما قلت لك وعلى الجيران. وحلو الوقت اللي انت خدتيه مش وحش. هلا هاني، متفضلي يا هلول. السلام عليكم. اهلا ستي. وعليكم السلام. ربنا يسترك. أنا أم الخمس أطفال. طيب. متجوزة بقالي 17 سنة. أيوة. بالنسبة عشان صلة الرحم. الإيه يا فندم؟ عشان صلة الرحم حضرتك بتتكلم عليها النهاردة. والله بتكلم. أيوة. أنا جوزي كان شغال في التموين وطلع معاش.
كان ايه؟ كان شغال في التموين وطلع معاش. اه خلاص، فقلت يعني ايه اجيب حاجة تساعد على المعيشة. بنا يكرمك. فجبنا توك توك، اخويا شاف لي توك توك وكده 23,000. لا يعني كان مستعمل بسبعة او تسعة. أيوة. او 11. لا 15. حلو. خلاص، فقال لي انا ايه هتكفل بيه اشغلهولك وكده، وهتاخد اراده ايه يوم بيومه. ده مين اللي قال كده؟ اخويا. اه طب حلو. فقلت له طبعا لان انا ما اعرفش في حكايه التكاتك دي. لا كنت اساليني وانا اقول لك. والله ما بضحك. ما انا عارفه يا دكتور. اه اتفضلي. انا بحترمك وبعزك والله. اتفضلي. بعدين يعني قعد حوالي اسبوعين ثلاثه ماشي معايا يديني الايراد يوم بيوم. لو انت فرحانه فخلاص يعني حاجه، وعايزه تعملي زي خضره القواسه وتعملي اربع خمس ست تكاتك زمانها بتضحك دلوقتي لو مش متوله وسمعاني. لا لا والله الصراحه، لان انا كنت جايبه التوك توك ده كمان عشان يوصل ولادي المدرسه. طب حلو. عشان البيت ابعد من المدرسه ببعيد. طيب. فانا اللي بتعب يعني بتعب معاهم كده. طيب. فبعدها بشويه بقى يقول لي لا ده ما يجيبش مثلا الا 50 في اليوم. لا ايوه انا غيرت الزيت عملت عمره. ايوه. توك توك ولع. ايوه، فجت بقى حصلت مشاكل وكده. فقلت له طيب خلاص. شوف له بيعه وخلاص عشان ما نخسرش بعض. اه. ماشي. فجيت جوزي بقى قال لي ايه خلاص شوفيه هاتي خليه يبيعه ويجيب الفلوس وكده. بالظبط. فقلت له طيب ماشي. ايوه. فوالدتي قالت لي هو الوقت ما يجيبش 8 ولا 7. اه. فقلت لها طيب خلاص اتصرفي في 8 وهاتيها عشان ما تحصلش مشاكل. صحيح. قلت لجوزي معلش عشان خاطري وكده وعشان ما يحصلش مشاكل واحصل يعني اهلي وكده لان انا الكبيره لامي ماليش اخوات بنات كلهم صبيان. ايوه. فالمهم بعتت الاول 4.5 نعمه، وبعد كده قالت لي انا هبعتهم لك ايه على شهرين يا حبيبتي. فما حصلش، فعملت جمعيه وايه كان المفروض تدهني في شهر 10 اداني في اول 8 وبعتت له 5.5 الباقيين. ايوه. على اساس ان هي تاخده منه ب10. فجه بقى خالي قال له انت الفلوس راحت لك ما بتبعتش هلا لوالدتها ليه؟ لان والدتها تعبانه وطالبه عايزه تشوفها، لان انا من شهر 10 اللي فات ما شفتهاش، يعني هو منعني اصلا ان انا اروح، فبكلمها في التليفون. ايوه. فقالت لي يعني ما ينفعش كده انا تعبانه وكده. وخالي جه فقال له لا هو عايزه هلا تروح لها تجيب الخمسه الباقيين، يا كده يا اما ما تروح لهاش خالص. فقال له طيب انت كده يعني بتقطع الرحم؟ قال له لا انا ما بقطعش الرحم. فقول لي يا دكتور انا اعمل ايه؟ حاضر. بشكرك الاول وخلوني اتكلم بهدوء في هذا الموضوع المهم الخطير جدا اللي هو من اهم اسباب قطع الرحم الظلم في التعامل. وانا مش هنسى برغم كثرة المكالمات بان في اتصال جنة من واحدة ست وقتها دكتور اتكلم على اللي بياكلوا حقوق بعض، فالارحام بياكلوا حقوق بعض وبالتالي بتتقطع الصلات بينهم. علشان نعمل صلة جيدة وتواصل وناخد رحمة ربنا وبركته في الرزق وفي العمر زي النبي ما قال وروى مسلم في صحيحه من سره ان ينسأ له في عمره وفي رزقه فليصل رحمه، من سره أن ينسأ له في رزقه وفي عمره، يعني يبارك له ويمد في رزقه وفي عمره فليصل رحمه. عشان نعمل الصلة الجيدة اللي تحقق الغاية منها وهي البركة في أعمارنا والبركة في أرزاقنا لازم نتجنب الظلم. وزي ما قلت لحضراتكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى بإيه؟ بالمساندة، بالمساعدة، بالعطف، بالحنان، بالصوت الجميل، بالعدل، بالإحسان، بكل حاجة. طبيعي جدا أخوها زي أي بني آدم كل غربال جديد. تيجي إزاي دي يا حازم وأبوك؟ كل غربة فاعلات، الغربة جديد فاعلان. يلا له شدة، رحنا الحتة بقى اسمها مفاعيل. بعد الشدة تيجي الرخراخة،
وهي فرحانة كل يوم بتاخد ال 35 جنيه. الريان قطع، الريان سير الريان قطع. مش ده اللي بيشوفه الناس؟ وخسرنا الجلد والسقف. لو احنا بقى عندنا دين بقى والحياة كده كده مشي كده، نقول والله ما غرمك ال 15 يا اختي، خديهم 15 واغرم انا عشان نفسيتك تفضل مفتوحه لي. وانا بقى خلاص خلصت الاجابه كده، تصلي بثوابك على الله سبحانه وتعالى. دي الاجابه نص جمله، لكن شوفوني في البعد او تاملوني في البعد. مرمى الكلام ده هاخده خلاص خلصت السؤال لناحيه تانيه اللي هي ايه؟ ان احنا عندنا والله انا كاتب في اول ورقه النهارده بعد الفجر مباشره سهم كده وخططته وعملته كده اهو. هو راح فين مش عارف. كده اهو هو موجود ولا مش موجود؟ اه كده اهو اهو، ادي خط وادي خط كده. والله عملت كده. ايه هو كده بقى اللي انا عايز اقوله لحضراتكم؟ ان في صلة الارحام في ناس بتصل وتوصل، وفي واحد لا يصل. شوف يصل ويوصل، واحد لا يصل ولا يوصل. اللي لا يوصل ده سواء كان الاولاني او التاني بيقول ايه؟ مش انا اللي اروح له، هو اللي يجيني، انا الكبير. انت الكبير ده، انت لو كبير تروح له من باب عطف الكبير على الصغير. الخيبة الناقعة اللي احنا فيها ان مفيش حد فاهم ان الامر الالهي شامل للاتنين. قولوا الأرحام، شوفوا افهموا اللغة العربية، بعضهم أولى ببعض، اللي هي أنا قلتها بتريقة شوية، مش تريقة، بضحكة، أعرفش التريقة أنا، اللي هي إيه؟ أنت ليا وأنا ليك. أصلا مفيش حاجة اسمها أنت ليا أونلي. طب وأنا للأذرز تيجي إزاي بقى؟ وعلق مش عارف غيرها ذلك الرجل. واحد قاس وكان بيحب واحدة موت، وهي بتحب واحد تاني موت. الواحد التاني اللي هي بتحبه موت بيحب واحدة تانية وهي مش بتحبه. بيضة ولا الفرخة؟ اوكي. انا اصل انا مسلم حلو قوي. لا وانت بقى، وانت مش مسلم حلو، يبقى اتصلني. التوب مين اللي انا انصح بيه بنتنا واللي زيها؟ التوب بقى اللي هو ليس الواصل بالمكافئ، حديث البخاري على الشمال اول سطر، وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. يعني برغم قلة أدبهم، برغم حرمانهم، برغم أذاهم، يسأل عليهم، لأنك مش لازم تصل رحمك تقعد معاهم. في ناس من أرحامك ما تطيش تبص في الشوم، إن شاء الله ما عنك شفتهم، بس لو ماتوا من الجوع ابعت لهم لقمة، ومش لازم تروح بنت بيها ولا يشوفوا خلقتك حد. ولو ماتوا ادعي لهم بالرحمة أو روح شيعهم خلاص، ولو عيانين ادعي لهم بالسلامة وتجهت لهم إبرة ولا سرنجة. اسمه قطع الهجر، مرض جوع موت. ما دمنا مش قادرين يبقى سامنا على عسل. خلاص انا اسمع اخبارك من بعيد انك دخلت العنايه المركزه، اروح ادفع لك قرشين. قالوا لي توفاه الله، قادر احضر دفنتك خير وبركه، مش قادر ادعي لك من بعيد. ولما تبقى البعيد بتشحت على البيبان، او ما انا ممكن ادي اللي بشحتك الرغيفين. اقول له اديهم له، اقول له عمك ولا
شكمونك ولا ابن خالتك ولا حاجه بعت لك، مش مشكله ابدا. انما احنا زي ما قلت لحضراتكم في حلقه النهارده الطويله الممتده دي، محتاجين نعرف ايه اسباب الهجر والقطيعه. فينا حد غلط لازم نعترف بغلطه، لانه برضه محتاج ربنا، محتاج رحمه ربنا، فيقوم يسدد العريس زي الشاطر ويعترف بانه جاموسه ده سيتصرف والدنيا تمشي جميله، مش راسم على حاجه تانيه وعلى سرقه جديده يعني. يعني تبقى الدنيا جميله لان البني ادم، لان انا كتبت بايديا الصبح الفجر هنا كلنا في النار، وكتبت كده كلمه ينفع وعلامة التعجب وبعدها على الاستفهام وعلامة التعجب، ينفع ان كلنا في النار؟ ما هو انا مش هجيلك وانت مش هتجيلي، يبقى انا باسمي ايه؟ قاطع، وانت اسمك ايه؟ قاطع، يبقى كلنا في جهنم على طول، ينفع؟ عشان ما نبقاش كلنا في جهنم، يبقى انت توصل وانا اوصل، ونراجع مع بعض القرآن الكريم وتواصوا. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إيه تواصوا؟ تواصوا تواصوا، وصى ده ده وده وصى ده. إيه يا حبيبي قول؟ متولي. السلام عليكم. ليكون متولي صديقنا. ربنا يحفظك يا دكتور. متولي اللي بتاعنا صديق البرنامج ولا جديد؟ إيه والله يا الله أعلم، أنت لكن أنا أخوك وأنت أخويا. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. الله يبركاته. بداية كده يا دكتور أرجو أن حضرتك تسمح لي إن أنا أتكلم بحرية وبستأذنك، ممكن أقول أسماء ولا ما أقولش؟ لا أسماء لا. طيب. إحنا في يوم عرفة، الله يستر علينا أجمعين. طيب. لا 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 دي ما فيهاش سبة ولا أي حاجة. لا والنبي ولا غير ولا بقى. ما بحبهاش عشان خاطر. طيب. أنا دكتور أخوك متولي محمود السيد أحمد من بورسعيد. طيب. عندي 61 سنة. يعني بحكم القانون والدستور لي حق في المعاش. انا راجل على المعاش بقالي 14 سنه يا دكتور مبروك. ايوه. خلاص؟ ايوه. نظرا لحصولي على حكم قضائي ضد جهه عملي وضد التامينات لم يحترم بالتنفيذ من سنه 2010 لحد النهارده، الا اني فوجئت برئيس صندوق التامين الاجتماعي اللي انا للاسف بسميه صندوق التنكيل الاجتماعي. عملت ايه يا دكتور؟ أصدرت خطاب رسمي بوفاتي موجه إلى أسرتي. لما بكلمها بقول لها ده أنا حي وعلى قيد الحياة، قالت لي أنا معايا شهادة وفاتك وأنا شفتها بعيني يا دكتور مبروك. مين اللي قدمها لهم؟ مين اللي قدمها لهم؟ جاي لك. اللي قدمها لهم بنك القاهرة جهة عمل السابقة. واللي قدم جهة العمل جابها منين؟ الله أعلم. اتقدمت ببلاغات لجميع الجهات المسؤولة في مصر، محدش عبرني ولا احترمني ولا قال لي خد حقك. ومن وبقالي سنه يا دكتور، وكل سنه وانت طيب، العيد بكره، وانا راجل بنظر القانون ميت ومحروم من معاشي، وانا رب اسره وبعول وملزم بايجار ونور وغاز وميه وكل حاجه، ولجأت لجميع المسؤولين من اصغر موظف الى رئيس الجمهوريه، ومحدش عبرني ولا قال لي انت فين. ادي صوتك كل الدنيا سامعاه، ادي صوتك كل الدنيا سامعاه. متولي انا بس هقول خلاصه، قول لي انا صح سمعتك ولا لا. يعني انت كان في مشكله بينك وبين جهه عملك، اشتكيت، خدت حكم قضائي ضد جهه العمل، اتفرست واتغاظت، عملوا لك شهاده وفاه وحرموك من المعاش والماء والنور. الله ينور عليك. يبقى انا فهمت صح، وادي صوتي وصل لفخامه الرئيس، رئيس الجمهوريه، وللحكومه الجديده وللقديمه وللدنيا كلها. واحنا في يوم عرفه بسال ربنا يصلح جميع احوالنا ويعاد النظر، ويبقى الموعظه الحسنه النهارده نجح جدا. واحنا بنقول كل سنه وانت طيب فخامه الرئيس، الله يعينك ويوفقك ويرزقك البطانه الصالحه التي تعينك على الحق بعد ان تدلك عليه. وللحكومه الجديده الله يثبت اوتادكم مش على الكراسي، ولكن في اصلاح احوال البلاد والعباد. لو حققتوا في الموضوع ده وجانا على دريم الموعظه الحسنه جواب باني اتاكدنا من حياه متولي، وانا الحقيقه كنت اقصد متولي اللي بيسالنا خمس ست اسئله ورا بعض زي الكرباج، بفرح بيهم قوي، وكنت هرحب بيه واقول له سين واحد يا متولي، لكن طلع. اتفضل يا فندم. عيد. يلا يا عيد. حاضر. اتفضل يا عيد. عيد. عايده؟ لا ده توافق عجيب يا فندم. انا افتكرت من عيد لعايده.
لكن ما فيش مشكلة. أنا عايز أقول إذا كان ربنا حيكرمنا ومن علينا إحنا كاستاف في برنامج وقناة فضائية محترمة عالية بإني حد يبعت لنا أو متولي نفسه يقول البرنامج جاب أثر وحد في رئاسة الجمهورية بلغ السيد الرئيس ونحن لا نشك أبدا في يعني حكمة الراجل وعدله ولا تبقى الدنيا كلها خربت وعودة عند ربنا. وعندنا يعني يقين في أن الدنيا إن شاء الله إلى خير ستمضي. أنا أرجو أن ده يحصل متولي يتصل بنا أو حد يتصل بنا يقول تم وإحنا هنحس بمكسب كبير لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن شوفوا جنبوا الموضوع على جانب وشوفوا اللي أنا بشتغل فيه معاكم في الموعظة الحسنة في الأيام العادية بعمل إيه. الموسوعة بتاعتي اسمها براءة الإسلام من العنف. اللي أنا بسمعه ده بغض النظر خلاص هيحققوا شوفوا وحققوا أنا مليش دعوة بس أنا بتصور إن ده موجود في المجتمع وارد وكله من آدم خطاء والغلطان ياخد حسابه والضرب على دماغه. بس شوفوا شهادة وفاة إلغاء من الوجود يعني أنا ممكن أتكلم بس 3 دقايق ولا حاجة أو 5 دقايق أو معرفش الساعة كام مش عارف مش عايز أعرف بس فرصة بس بطمن إن عندي فرصة. هو المسلم لما يتظلم لما يتغاظ لما يطق من جنابه يعمل ايه؟ نقع نقول 1 2 3 هي متاهة ولا ايه؟ واحد ياخد حقه من اللي ظلم اخر الشورى على الشمال اذا ما اصابهم البغي هم ينتصرون. الظلم لما يجي للمؤمنين ينتصروا مش يقول لي هو جزاته ايه عند ربنا اللي ظلمني. انت هتعمل ايه بجزاته عند ربنا؟ هتفش غليلك قوي. قول اخد حق ازاي؟ اشتكي ارفع صوتك زي متولي من بورسعيد 61 سنه صلي عليها عيد وبيقول انه عند الجهات الرسميه ميت. دلوقتي عمال قدام صور بتيجي قدام دماغي كده مفيش حد من زمايله بيقول اهلا انا متولي ويتحرك ولا حد زمان دلوقتي بيقول لبيك واقف على عرفات وعارف ان متولي عايش. يا خوفي لا هو يجي له طائف من نفسه او واحد يقول له متولي يقول له اسكت يستاهل بيك اللهم لبيك. انا بقولها ويوم عرفه يعوض عليه ربنا. يستاهل ايه؟ يستاهل يموت ويموت ولاده؟ يستاهل الظلم؟ بص البين الظلم الرهيب موت واحد. بص مسلم لما يتظلم لما يطق من جنابه لما يفرقع لما ياخد بالمركوب يعمل ايه؟ ينتصر. فوض امره لله يمشي ياد يا جاهل فوض امره لله ده وهو بينتصر بفوض امره لله ومش هيعتبر نفسه ولا الشرع ولا ربنا هيعتبره مفوضا امره اليه الا اذا اخذ بمنهاجه ومنهجه ان ينتصر لنفسه وانه يسجن العيال دي ويقدم مستنداته وكل حاجه. 2 يعفو عن بعض حقه او كله لو كان تمن فطار عيش وطعميه من الواد بتاع الشرفة قبل المنيره اديني نسيت اسمه.
كنت عايز اقول اسمه على كويس. اذا كان يا دوب اللي عندك ده اكل الطعميه يلا، انما حراق لا، قضايا بقى تشتغل كويس. تلاتة تلاتة والكاظمين الغيظ والعافين عن اليمين. آل عمران والله يحب المحسنين، عافى عن الناس. هو هيعاقب بالقانون طبعا على ايه يا رب؟ اليمين آل عمران. طب ما يمين النحل برضه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله لا تحزن عليه. إنما مسلم يتغاظ طق من جنابه حيفرقع يقتل، ده العنف، يلغي وجود اللي قدامه. هفكركم بحاجة انتوا حافظينها انا متأكد، الست زي بنتنا اللي اتصلت كده ما عجبهاش جوزها، ثابت ابن قيس بن شماس اسمه كده، كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وكان وجيه جدا، لأن بعض الناس مع الأسف بيألموني نفسيا لما أقول ده كان مش عارف إيه بتاع، لا ما كانش ده، كان راجل إيه ده. مرة بكى ثابت ابن قيس، ده أحكي لكم لحدوتة ما أنا عايشه، ونهني جامد جدا، وكان هيجي له لحظة اكتئاب، وقرر إنه يحبس نفسه وما يطلعش للدنيا متى ما يموت. يلا ده انا جبتها لكم على بلاطة اهي، بلاطة بلاطة. ليه يا ثابت؟ يا ابن قيس يا ابن شمس يا حبيب مبروك عطية والأمة الإسلامية. لأنه من كتر ما هو شيك بيجيب الجلابية اللي هي ب10,000 10، وجيه ثابت بن قيس ده اللي ياما ناس ظلمته على التلفزيون وبصت لقيته احقرهم والكلام الفارغ ده، فوقع في نفسه انه من الذين يعني اخذوا طيباتهم في الحياه الدنيا واستعجلوا ولا حظ لهم في الاخره. خلاص، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وقال له تعالى ثابت عملت في روحك كده ليه وحايز تموت ليه؟ قال له ما انا فخم قوي بشتري هدوم غالية قوي. راح كده راحت عليها الآخرة، ابتسم عليه الصلاة والسلام قال له ثابت لست منهم، خليك شيك والبس الغالي، انت مؤمن يا ثابت. والحاجة جميلة ما استحملتوش لما جت تخلعه، انا دقيق شوية او لا مش اسف يعني مش دقيق شوية دقيق قوي طبعا، ولكن انا ليا شخصيتي انا مبروك عطية العلمية، فأنا عندي في سنن النسائي على اليمين على اليمين الوقت اللي جات فيه مرات ثابت بن قيس بن شماس، الوقت قبل الفجر ما يبدأ، ووقفت على باب النبي جنب باب النبي بمترين عليه الصلاة والسلام، وعارفة إن النبي عليه الصلاة والسلام هيخرج يروح يصلي الفجر بسنن النسائي مش النسائي، النسائي يعني بتاع نسوان،
انما النسائي من بلد اسمها نسا في بلاد فارس جنب ايران كده. فسيدنا محمد لقى شبح في الضلمه واقف، قال مين؟ قالت له جميله. قال لها عايزه ايه؟ قالت له راسي ما تجيش جنب راس ثابت على مخده واحده، ووالله لا اتهم في خلق ولا في دين. راجل اخلاقه كده ودينه كده، بس انا مش عايزاه. اداكي كام يا بنت؟ حديقه ترجعها له؟ يا ثابت نعم، خذي منها الحديقه وطلقها تطليقه. وخلصت الحدوته. قال مبروك عطيه رحمه الله ووالديه والمسلمين اجمعين، ما جاءت في هذا الوقت من الليل الا بدافع من البغض ارق منامها، فلم تتحمل حتى تشرق الشمس او يطلع النهار، ومضت الى سيد الابرار واشتكت له فما ردها حتى يطلع النهار، وانما استقبلها وسالها وقبل منها وامره ان يطلقها، فلا اكراه في حياه ولا اكراه في دين. وهذا هو الاسلام الذي ياباه كثير من المسلمين لتخلفهم وعارهم وتشوه قلوبهم ووجدانهم. ملي بس شوفوا الشاهد اللي انا عايزه، عشان ويا رب يكون رسالتي وصلت في كلامي ده، ان انا عايز اقول لحضراتكم ايه. انها ما قالتش وفيه 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 وفيه. راجل كده انا لا، احنا ما بنقولش كده، احنا خلع او طلاق لازم نهدم اللي قدامنا، لا عنده كده ولا صلاة ولا وضو ولا نية ولا 1300 ولا فول بالتقلية ولا حبة رقاقة خل الأبصالية والمفرومة ليك ولا أي حاجة. كافر ما ينفعش يعيش على وش الأرض، يموت على الورقة زي ما تقول. التفكير في الإبادة دي دليل عنف ربنا بريء منه. انتوا عارفين حضراتكم لو احنا فعلا بحق وحقيقي مسلمين، يعني الواحد يبقى ظالم ويمشي وظالم وماشي في الارض امن، لانه عارف ان اللي ظلمه هياخد حقه بالكانون. قول يا باشا، قول يا جمال. ستي منى، ساره سروره، قولي يا سارة. ايوه. الو الو، قولي يا حبيبتي. كل سنة وحضرتك طيب. كل لحظة وانت طيبة يا سرور، ربنا يخليك. انا بس الو، انت من المنصورة يا سارة؟ لا من القاهرة. بيختي عليها من مصر الجديدة جنبي؟ لا من حدائق. طب حلو، او مصر والسودان، بحبها بعشقها. ايوه كنت في الإيمان الخاصة مدرس من 180 ألف سنة، وكان مليحة وعزبة منصور ومكاودر الملاك وكلهم، عرفها بالشبر، وخطبت الجمعة في جامع الرحمن عند أخونا الفاضل أحمد عامر، وربنا هيرجع المياه المجاريها ويبقى له خطبة إن شاء الله كما وعدني بعد العيد، والدنيا جميلة. أصل بصلي في جامع الشغراب سابقا ده، والله يمسيه بالخير عمنا أحمد عامر، يقول لي ولا لقيت غراب ولا حداية، يضحك الحجر أحمد عامر، قال لي لقيت غراب ولا حداية، لأنه نكت الموروث ده و قال لي العساكر كانت خايفه تحفر، فاكرين مش غراب هنا سر وباتح هيموتنا. قال مسكت الفاس بايديا وقعدت لقيتكم زباله، ولا غراب ولا حدايه. الله يكرمك يلا، الوجع ده في ميزانك. ها قول يا ساره. بص حضرتك، هو انا بتكلم حضرتك يعني علشان برضه صله الرحم وكده. احنا اصلا بيت عيله، وكان عمي ساكن معانا قبل ما يعزل. الو، ابن عمك ساكن معاكوا وانتوا بيت عيله؟ ده اللي انا سمعته. لا احنا بيت عيله، وعمي ساكن كان معانا في البيت وعزل من سنتين. لا مش سامع. الو، عمك عزل بعد ما كان ساكن معاكوا؟ اه. مش هتقولي له كل سنه وانت طيب يا عمو؟ لا هي الفكره في حاجه ثانيه، هو اصلا عمي من زمان ايام ما جدتي كانت عايشه، هو اصلا ما كانش بيود خالص جدتي. ما بيحبش يود يعني. هو مراته بس هسألك سؤال يا ساره، بس مش بيكرهكوا؟ ما انا هقول لحضرتك. اه هو مش كره،
هو حماته كانت ساكنه في العماره اللي جنب البيت عندنا على طول جيران. اه فمراته كانت طول الوقت اصلا قاعده عند مامتها يعني بالظبط ما عندهاش وقت ليكوا خالص نهائي يعني ما كانتش بتيجي هنا خالص حتى هو عمي كان ممكن يجي كده يعدي على جدتي نص ساعه مش كل يوم يعني مره كده في الاسبوع وكان بعد كده يروح عند حماته وجدتي يعني كانت بتتاثر جدا يعني كذا مره كانت يعني بتعاتبه وتقول له انا ليا حق فيك وهي جدتي على فكره كانت طيبه جدا 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 ربنا اللي يعلم ربنا يرحمها فهو بعد كده يعني كان بقى كان ما بيحب يراضيها يعني كان يجي لها النص ساعه دي ان هو يقعد معاها يعني علشان ما تتكلمش ايوه بس بعد كده هو جدتي توفت بس طبعا هو لا انا ممكن اوقفك نص دقيقه واقول لك امتى الواحد يحب يراضي حد تكوني بنت فيلسوفه كده وتدينا جمله عبقريه واحنا في اخر النهار انت الواحد يحب يراضي حد اه لا حلوه العباره عجبتني لما يحب يراضيها هو الواحد في نظرك يحب يراضي امتى هو الفكره مش مراضاه انا ما كنتش بشوفها هي مش يعني انا عايز اوصل من السؤال ده لحاجه حبيبتي ما هو يعني هو من جواه راضي بس انا هل انا فاهم صح ولا غلط ان هو لما يحب يبين لها انه راضي اه طب كويس انك متفق معايا اتفضلي قولي هو كان بيجي يقعد النص ساعه دي عارف حضرتك اللي هو كانه سوري في النص اللي هو قاعد يعني عايز يمشي يعني قاعد كده غصب يعني قاعد عمال يتنقل حتى بيقعد في البلكونه مش عايز يقعد عايز يروح عند مراته يعني ويقعد مع اولاده عند حماته قاعد قلقان عايز يمشي اه مش قاعد اللي هو عن رضا مع ان جدتي والله ربنا يعلم كانت كريمه جدا يعني انا والدتي ومرات عمي التاني وكله كان بيحب حتى الغربه عفريته يا ساره انت بتستنتجي حاجات قاعد في البلكونه يعني عندك ادله على انه عايز يهج بسرعه ينط لو قدر ينط من البلكونه هينط من البلكونه ما هو مش استنتاج هو هقول لحضرتك على حاجه لما حد بيكون حابب حد يعني حتى لو مثلا عايز يراضيه زي ما انا قلت لحضرتك انا حتى لو هقعد النص ساعه دي ببقى قاعدة عايزة اتكلم معاك عايزة النص ساعة دي ان انا اقضيها مع اللي انا يعني اللي انا جاية عشان خاطره مش انا قاعد نص ساعة ابقى قاعد بعيد عن اللي انا جاي له مش قاعد معاه هو كنا احاسيس بس هو يعني كان واضح ان هو كان فيه بعد يعني ما كانش فيه قرب منهم هو احنا ما كانش بيسأل عننا خالص يعني شاطرة المهم يعني هو جدتي توفت يعني هو يا حبيبتي الله يرحمها وامي وموتى المسلمين يا رب فيهم عرفة ترحم من مات منا يا رب وتشفي مريضنا وتسدد الدين عن مديننا وتفك الكرب عن مكروبنا وبالذات عن أبناء لنا قلوب أمهاتهم اليوم نبضات دعاء لك يا رب فأجب دعاءهم يا رب قولي يا حبيبتي بس بعد كده جت عمتي انت شملولة يا بنت يا سارة كده ليه وعندك فلسفة جميلة كده انت اتعلمت جامعة اه لا لسه متخرجة بقالي واتخطبتي مش سامعك اتخطبت وما حصلش نصيب واتفسخت الخطوبة؟ اه هيجي لك الأحسن ان شاء الله يا حبيبتي قولي بعد كده أنا كان عندي عمتي يعني كانت هي كانت متزوجة بس ما أنجبتش فبعد كده هي جوزها انفصل عنها راح اتجوز حد تاني يعني وخلف منه وانفصل كده مش سامع سارة يا ولاد كانت عمتي يعني انفصلت عن جوزها عشان ما خلفتش وهو اتجوز حد وخلف يعني طيب فهي عمتي الله يرحمها برضو كانت هي اللي قاعده بتخدم جدتي وجدي الله يرحمه فهي قعدت معاهم في الشقه وكده وبعد ما ماتوا هي بقت لوحدها فاحنا كلنا بنعتبرها كانها امنا تمام جالها كانسر في العظم ربنا يرحمها جالها ايه؟ جالها سرطان في العظم يا حبيبتي فطبعا هي ملهاش اي حد يخدمها احنا ولادها وهي ربتنا طول عمرنا مع اهالينا البركه فيكم البركه فيكم اه طبعا كويس احنا طبعا سنها ولحد ما ماتت احنا ما عرفناش هي عندها ايه عشان حتى لو احنا عارفين انها تموت ما تموتش من الصدمه او من زعلها على نفسها ايوه فهو هي قعدت عيانه راقده في السرير لمده سنه طول السنه دي احنا كنا بيت عيله كنا بننزل على طول قاعدين معاها يعني ربنا كان كاتب لنا الخير ويعني بيدينا الثواب ان احنا نخدمها طبعا دي من رحمه ربنا بينا هو ما كانش بينزل خالص يعني حتى مثلا لما كان بيبقى موجود هي كانت بتتعب شويه فنقول له تعالى بس معلش يا عمو هات لها الدكتور عشان ما حدش موجود يا حلاوه فيقول ما احنا كده كده عارفين هو هيجي يعمل ايه ما كده كده هي اصلا عارفين يعني احنا بنجيبه علشان حسسها ان هي تعبها طبيعي يعني ايوه
كان ينزل مثلا، هي كانت السرير مكانه عكس القبله، كان ينزل يقول لها لا انت المفروض تنامي ناحيه القبله علشان انت نايمه كده عكس القبله. كان بيدي كده نقول له طب انت في اوقات كتير ما يعديش عليها، وهي كانت بتبقى يعني متاثره منهم ان هم ما بيعدوش عليها ولا حتى بيسالوا عليها، مش بتقعد معاها. يقول لنا اصل انا بتاثر جدا لما بنزل واشوفها تعبانه. طب لما ايه، لما ايه بتاثر جدا؟ ايه لما بشوفها تعبانه يا حبيبي؟ طب ما احنا كلنا اصلا اكيد متاثرين، بس احنا مش هين علينا ان احنا نسيبها طبعا، هو كل واحد اتاثر مش هيشوفها. مش بقول لك انت بنت عبقريه وعندك فلسفه جميله وعجباني، ما احنا كلنا، وما احنا كلنا وفاهمه الحياه، بس هو هنا لازم اتدخل. انت تثقي ان كلامه ده اي كلام عشان يبرر عدم مودته؟ لان انا عندي السؤال ده هيجرح ناس كتير قوي دلوقتي حالا، بالذات في المهندسين اللي هي المهندسين يعني، مع ان المنى مخرجه البرنامج ساكنه هناك ومنوراها، وفي مصر الجديده وفي الحتت دي عندي انا حوالي 500,000 كده، يقول لك انا ما بشوفش ابويا عشان انا ما بستحملش اشوفه هو عيان قدامي. يا رقيق المشاعر يا وحش. انا مش عايز اقول حاجه وحشه قبل الدعاء، وهناخد طبعا اكيد بعد شويه فاصل اشم نفسي حتى 3 دقايق وبعدين ارجع عشان اقدر ادعي، لكن عايز اقول حاجه. هو انا هصدقك لما تقول اصل انا مش بطيء؟ لا ده انت بطيء ونص يا اخويا، ودي حجه غير مقبوله. اللهم الا اذا كنت انا عارف من وانت بتاع ده طفل بيبي يعني، وانك انت ما بتطيش تشوف مناظر المرض، فناخد من جيبك وبلاش خلقتك دي، وان شاء الله رب نصوره لك فيديو من بعيد يعني، بس لابد من المواد. قول يا ساره. بس بعد لا 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 جاوبيني، انت عارفه انه بقول الكلمه دي عشان يهرب؟ هو عارف حضرتك، هو سبحان الله يعني انا عمي ده كان طيب زمان جدا، بس الايه الايه من السمعها مش سامعها هو. يعني انا حاسه ان هو مبرر كده. حلو، شاطره. مبرر مبرر لنفسه يعني. عشان يخلع، عشان يخلع. بس بعد كده يا بنتي لما انت اوعي كل واد يكون فاسح خطوبته عشان انت لبلب وبتلكلكي كتير يا بنت. لا ده يعني هو كان ابتلاء من ربنا يعني، كان بيعلمني حاجات كده في الدنيا واتعلمت الحمد لله. من السامع ساره، ايه عندكم مالك والصوت فيه ايه؟ بيروح ويجي ليه؟ هو لا هو الخطوبه يعني اتفسخت. ما تدلعيش يا ساره وتوطي صوتك يا ساره، خليك على طول صاروخ كده. بص حضرتك، هو ابص خطيبي ده يعني كانت عيلته سبحان الله، انا كنت فاكره في الدنيا ان البني ادمين سود وبيض يعني، ناس كويسه يا اما ناس كويسه يا اما ناس وحشه. طيب وحتى الناس الوحشه كنت فاكره ان هم يعني مهما انا كنت يعني مهما كانوا شياطين، انا ما دام انا كويسه اكيد هم هيبقوا كويسين يعني. لا مش اكيد، غلط. ما هو انا بقى فهمت بعد كده ان في بني ادمين مهما يعني عملوا طبعا طبعا نخصهم ما دام هم واخدين فكره معينه وهم مش عايزين. هم كده وخلاص، هم كده وخلاص مهما عملتي. اللي خلق الخلق يا حبيبتي قال وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها. يعني ربنا قال في ناس من عبادي لو شافوا صوابعك شمع وبمع ولا هيعملوا لك اي حاجه، ولو شافوا كل ايه هيبقوا كفره برضه. انا فهمت بقى. طبعا المهم دلوقتي انه قال انا ما بطيقش اشوفها. ثم مع ان حماته هي حماته، هي طبعا يعني قصت في كل ده يعني. حماته كانت لو جالها برد بيروح يجيب لها الدكتور. شفتي بقى ده لو قالت هاتشي والله بيجيب لها فعلا. شفتي الهوى. فعلا. سبحان الله. ايوه بس بعد كده عمتي توفت الله يرحمها. قولي لي سؤال صغنن اجابته تجاوبيني في 30 ثانية. بيعمل كده مع حماته لانها كريمة معاه قوي وعوضته حنية ناس كتير، ولا لان بنتها مريحاه؟ لان بنتها يعني محتويات طريقة يعني سبحان الله يعني. عيني عليه، محظوظة مراته. يلا قولي. بس فهو طبعا عمتي توفت وهو عزل بعدها بكام شهر يعني. بس حتى كان كل فترة كده كانوا بيطلعوا التراب، احنا يعني كنا على طول انا بحب مثلا بحب اروح التراب جدا على جدتي وعلى عمتي كده، بحب برتاح نفسيا كل شهر ممكن. فكان هو في عادة انا بقى ليا عمتي واحدة بس، فهو كان دايما بيجي عشان يروح مع عمتي التراب، ما بقاش حتى بيجي ويروح، بقى يروح لوحده، ما يجيش في الاعياد، ما يجيش يزورنا يعني، ما يجيش حتى بيجي عند حماته دايما، عمره ما بيجي يسال علينا، وان يخبط من على باب الشقه. هو هواه هناك يا ساره، هواه هناك يعني، ريحه جايه هناك مش جايه عندكم. بس يعني والله احنا مش بنعامله وحش ابدا، بالعكس انا عارف.
ربنا يعلم ان احنا علشان جدتي احنا كنا بنحبها جدا، ومع ان احنا كنا بنشوف قد ايه هي كانت بتزعل منه. بس يا منى هانم النهارده اوكازيون، ما اقدرش اقول لها السؤال ايه يا حبيبتي، لازم تتكلم براحتها علشان بعد كده لما نقول لهم اختصروا يقتنعوا. في ناس كتير عندنا ماشي ما يجريش حاجه. قولي يا ساره، قولي يا حبيبتي. بس فهو دلوقتي احنا كذا مره يعني مره عملنا عزومه في رمضان، وقلنا له يجي هو واولاده ومراته وكده عشان نعمل صله رحم. هم كانهم مغتربين عننا ومش يعني كانهم ايه؟ نعم كانهم ايه؟ يعني احنا عملنا العزومه بره البيت. لا لا، جم كانهم مغتربين. انا سمعت صح؟ قاعدين معانا مترقبين تصرفاتنا ومش بيتكلموا معانا بحب. يعني مش قاعدين بيتكلموا معانا طبيعي يعني كده. بس انتوا عارفين كده قبل ما يجوا. بس احنا قلنا ان هم يعني عايزين نعمل ود وكده عشان هم يعني ما نحسسهمش ان هم ان احنا بعيد عنهم. طيب بعدين بابايا وعمي يعني عمي لما راح يتمشى معاهم شويه فابنه كان عارف ان احنا زعلانين ان هم مش بيقربوا مننا. حتى المخرجه بتقول لك السؤال ايه. انا مش بقول دلوقتي، المفروض ان احنا قلنا لهم ان انا مش بقول معلش انا لا يا حبيبتي، انا بقول لك المخرجه بتقول. انا والله العظيم ما بقول، انا بقول في الايام العاديه، ما عادش هقول تاني، وكل واحد ان شاء الله رب الحلقه تخلص في مكالمه ولا يجرى حاجه. انا اقول موضوعي وكل واحد من حضراتكم ياخد له حلقه، والله على قلبي زي العسل، ما دام ده بيرضيكوا وبيرضي مزاجكوا انا موافق جدا. قولي يا سرور، ايه السؤال بقى؟ ولا هتكملي يا تسمعي كلام المخرجه وتقولي السؤال، يا تكملي براحتك، انا ستاند باي للاثنين على طول. يعني قولي. هو احنا اتكلم بابايا وعمي اتكلموا معاه ان هو يعني يوصل الرحم يجي عندنا. مش هتسمع كلامك يا منى ومش هتقول السؤال، وانا عايز اسمعها. بس هو ما اقتنعش عموما، ومن ساعتها كانهم هم يعني بدل ما يقولوا له ان هو يجي عندنا فهو قطع خالص، قطع نهائي. كده احنا المفروض يعني في الاعياد هو خلاص بقى قاعده عامه ان هو ما بيجيش عندنا نهائي خالص. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نحاول ان احنا نتكلم معاه تاني ولا لا؟ حاضر. ننصحه تاني ولا لا؟ حاضر. خلاصة ما ذكرته سارة، أن لها عما جفى برغم كل مصادر الحنين عندهم، واتجه هواه إلى حماته هو. وهي تسألني هل في الإعياد نقول له كل سنة وانت طيب؟ طبعا. وقبل العيد وبعد العيد يا حبيبتي أنا وحبيبة عمك، لأني الواجبات في الدين تقتضي زي أنا ما قلت كده، نسأل بالذات لما يكون عيان، بالذات لو افتقر لا قدر الله، لكن هو مش عايز يجي عندنا، ده راحته وهو حر. وأنا أقول له برضو في السيم تايم زي ما بقول لكم، أقول له يا عمهم خاف على روحك من غضب ربنا، واسأل على مراكز الحنان اللي في قلبك، وما تتلككش بانك انت ما بتحبش تشوف اختك وهي في ظروف صعبه وعيانه، عشان ربنا يكرمك في الدارين. لكن يا حبيبتي انتوا بالنسبه لكم لا قطيعه، وانا ما بقولش للناس خليكم كلكم مع بعضيكوا سمنه على عسل. سمنه على عسل دي ما تجيش الا للحبايب. انتوا عارفين الايه على اليمين في سوره الاحزاب، فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستانسين لحديث، ولا مستانسين لحديث. يعني بعد ما تاكل ما تقعدش تتكلم مع اللي اكلك، اجري. انت خدت اللقمه اجري. قال المفسرون هذه الايه نزلت في الثقلاء، تقيل الطينه اللي يجي ياكل عندينا وبعد ما ياكل يغسل ايديه وعايز يمسح في راسنا ويقعد بقى عايز يسامر ويسامر. فده نقول له حرام عليك، هتاذي اللي اكلك. نص القران إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال المفسرون الآية نزلت في الثقلاء، وعلى المسلم إذا دعي إلى طعام ألا ينتظر بعد تناوله مستأنسا لحديث، إلا إيه. أنا ممكن أقولها لكم بعد الفاصل، وناخد فاصل كده. لا هاخد فاصل وقبل ما ادعي ضروري دلوقتي مع احترامي لوجهات نظر الاستاذه، بس هاخد فاصل. لكن عايز اقول الا ايه، الا ايه يا اموره يا حلوه، والله لا اجلها بعد الفاصل. اعمل شملول واشوقكوا، اللي ياكل عند واحد بتقول ايه؟ بتقولوا ايه؟ طيب حاضر، بالراحة عليا يا مخرجة. خلاص متعافية عليا النهاردة، معلش الوقت طويل وهم أكيد تعبوا زيي وأكتر يعني.
هقول كالعادة قبل أي فاصل النهاردة، اللهم ارزقنا الخيرات بلا فواصل، اجعل كل خير بعده خير يمتد بنا ما حيينا ويبقى بعدنا لمن بعدنا، اجبر خاطرنا رب الناس وواسع قلوبنا بعزم منك يحييها وبإجابة لدعاء سكن فيها في أفضل الأيام وفي أجمل الأيام. أنت الجمال كله والرحمة كلها والعفو كله، هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. فاصل مش قصير قوي عشان أشرب مية ثم نلتقي، فانتظروني.